قناة الأهلي في كل مكان في العالم. صباح الفل على كل حضراتكم، ويومكم جميل إن شاء الله، جو حلو جدا مناسب يعني تماما لكل الأنشطة الرياضية والاجتماعية. نتمنى كمان حضراتكم إن شاء الله تسعدوا معنا في حلقتنا النهاردة، لأن هي بالفعل مليانة بكتير من الأخبار والموضوعات اللي تهمكم. صباح الفل عليكم، صباح العسل عليكم. صباح الخير والعسل عليك يا كريم، وصباح الفل على كل حضراتكم في كل مكان أكيد في العالم بتتابعونا، و10 الصبح في الأهلي ونهاية الأسبوع خلاص. النهاردة الجو كده بداية جميلة إن شاء الله، كمان يكمل معانا للويكند اللي حابب طبعا يسافر أو يغير جو أو عنده مشوار مثلا أو عايز يزور حد من أهله. أنت عارف برضو التجمع وإزاي ده بيعتبر سفر، فإحنا بنحب برضو نطمن لأن الموضوع ما بيبقاش أسهل حاجة. بس على كل حال إن شاء الله كده يبقى يعني يوم كمان مليء بالأخبار الحلوة، وإحنا فعلا معانا أخبار كتيرة حلوة خاصة بالنادي الأهلي والتطورات وآخر الأخبار والمانشيتات والصحف العالمية وأكيد كمان المحلية، وأكيد فقرات أيضا مختلفة خلينا ننوه عنها. بداية مع كابتن إيهاب جلال هيكون منورنا حارس مرمى الأهلي السابق في الفقرة الأولى، وفقرة تانية هتكون مع كريم ودكتور دينا أبو سعود والفقرة الأسبوعية عن فوائد المرة دي الفيتامينات للرجال. للرجال. وبيني وبينك ما خبيش عليك، أنت مش غريبة، أنا ناوي كمان أخلي جزء كبير من الأسئلة متعلق بالرجال فوق سن الأربعين، يعني الأربعين خمسين ستين، لأن في كتير من الأحيان بيبقى في مشاكل الواحد مش عارف ان مرجعيتها نقص فيتامينز. بس طبعا ده مجرد يعني ايه كلام سماعي انا سامعه قبل كده كتير وخبرات حياتيه يعني، لكن طبعا دكتوره دينا اكيد هي اللي هتقول لنا بقى الاجابات المفصله يعني. طبعا كمان يعني طبعا. بقى 40 على فكره يعتبر سن مش كبير قوي يعني، بس بدايه تغييرات، ممكن يبقى بدايه تغييرات. على كل حال قبل ما ابدا حابه جدا قلت لكريم حتى ما حكيتلوش القصه قبل الهواء كتير بتعلق كده في الوقت، هحكي لك مع الساده يعني المتابعين والمشاهدين لما نبدا الهواء عن قصه كانت امبارح يعني لازم احكيها لكم، حاجه جميله جدا. فاكرين احنا كنا من كام يوم كان معانا ضيفه وضيف كانوا بطله رياضيه ومدرب في النادي الاهلي، وهم اتجوزوا عن طريق النادي الاهلي. الفقره دي عملت يعني صدى كبير جدا على السوشيال ميديا، وناس كتيره كانت حابه القصه دي، فكره ان الحب ده اصلا نشئ في النادي الاهلي وبعد كده اتجوزوا وهم لسه برده مكملين، وكانوا بيتكلموا ان اولادهم كمان هيكونوا مكملين في النادي الاهلي، فحاجه اكيد تسعدنا كلنا. الفقره دي بقى كان مردودها ان انا قابلت امبارح يعني رجل وزوجته، بس هم تقريبا 70+ يعني ربنا يديهم الصحه، ناس جميله جدا جدا، بس مش في النادي الاهلي، انا قابلتهم على كافيه يعني. بس هم جم ونادوني ورحت قعدت معاهم شويه، فكان بيتكلم يعني هو اسمه استاذ سامر، فكان بيتكلم معايا بيقول لي انا بتابعكم انا وزوجتي على طول، وعايز اقول لك انا هوندو يا ريت بتقولي الكريم الموضوع ده، بس انا مش بقولك انت بس بقى، انا بقول الام لا اله الا الله. يقول لي انا وزوجتي اتعرفنا على بعض في النادي الاهلي واتجوزنا من النادي الاهلي. فهو كان بيقول لي يعني على الفقره ان شوف بقى من كام سنه واجيال كمان ورا برده نفس القصه، اتعرفوا في النادي الاهلي واتجوزوا في النادي الاهلي وهم اهلاويه جدا، بيقول لي احنا ما بنشيلش قناه الاهلي وعلى طول بنروح النادي. يعني حاجه برده حلوه لما تلاقي حاجه زي كده موجوده. طبعا. ارتباط الجماهير بالنادي اللي هم بيشجعوه جزء من حياتهم، مش فكره بس انا نادي بحبه وخلاص، لا ده في ارتباط وثيق جدا واجيال مختلفه وسنوات مختلفه. فحبيت ان انا برده انا بس يعني اولا تحياتنا ليهم الاستاذ تامر وحرمه طبعا. سامر مش تامر، سامر استاذ سامر وحرمه. تامر في الاجيال القديمه. أيوة دي صعبه. سامر لا برضو وارد، الامر ما يخلاش. عموما تحياتنا لحضراتكم يعني، بنشكركم ونتمنى دايما لما تتابعونا دايما يا رب ان شاء الله تجدوا ما يسركم. وطبعا النادي الاهلي هو حياه بالنسبه لناس كتير، هو مش مجرد بالزبط. نادي او حتى كيان، هو فعلا حياه. انا هوند بالمعنى الحرفي للكلمه، في ناس كتير جدا واكيد سمعت انت الكلام ده من كتير من الضيوف اللي كانوا موجودين معانا من اعمار مختلفه، يقول لك ما معناه ان انا من وانا عندي مثلا 7 سنين انا متربي في النادي. أيوة. الاهلي كلمه متربي طبعًا. في النادي الاهلي اتقالت كتير صح. طبعا بس حاجه جميله يعني. طيب نروح بقى مع حضراتكم لأول موضوع معانا، وهو ضربة البداية إفريقيا بإذن الله. فريقنا هيبتدي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم بمواجهته للهلال السوداني إن شاء الله، والمباراة هتكون في السودان. طبعا منافس قوي جدا ومحترم جدا، وكمان الأهلي يعني هو حامل اللقب في آخر نسختين يعني، وبنأمل إن شاء الله أنه يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، استكمالا بقى الأرقام والقياسية القارية اللي هو إلى حد كبير جدا عودنا عليها، وبالتالي بقينا كلنا كأهلوية طمعانين فيها. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أسند رئاسة بعثة الفريق إلى في أو يعني في السودان إلى السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، وطبعا
البعثة إن شاء الله ستتوجه اليوم إلى السودان عشان يبتدوا بقى استعداداتهم النهائية لهذا اللقاء والمباراة اللي إن شاء الله هتكون مباراة قوية جدا، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. بص أكيد، ومواجهات أصلا لها تاريخ، يعني لو سريعا يا كريم طبعًا. نروح برضو مع السادة المشاهدين نتكلم كده بقى عن تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق السودانية سريعا. الأهلي واجه أندية السودان في 16 لقاء، فاز في 8 لقاءات، خسر في 3، اتعادل وحسم في 5 مواجهات. رصيد الأهلي بقى من الأهداف هنا في الشباك الفرق السودانية 23 هدف دخل في شباكه 13 هدف، برضو في فرق أو فارق كبير. مواجهة الهلال تحديدا لو هنتكلم عنه، واجهوا الأهلي 8 مرات كان أهمهم في نهائي البطولة الإفريقية، ده كان عام طبعا 87، واللي فاز فيها الأهلي طبعا لو حضراتكم فاكرين وتوج بالبطولة. نجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الأهلي مرتين وحسم التعادل برضو نتيجة 3 مباريات. فده التاريخ سريعا برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين. ولكن لو هنتكلم استكمالا بقى للخبر اللي كريم قاله النهارده قبل السفر، كمان في تدريبات هتكون خاصه للفريق، والفريق عمل برضو المسحه الطبيه امبارح، ده كان اثناء مواصله التدريبات، والكل خلاص استعد زي ما بيتقال كده بقوه لضربه البدايه امام الهلال السوداني. الشناوي طيب لو هنروح ونعرف كده، هو كمان خاض تدريبات بدنيه واخرى كانت بالكره مع بقيه طبعا الحراس استعدادا للمباراه. وطبعا برضو كلنا عارفين ان الشناوي كان اصيب بشد في يعني العضله الخلفيه اثناء مشاركته مع منتخب مصر، وكلنا كنا قلقانين طب الشناوي اخباره ايه، طب الشناوي راجع، طب الشناوي هل في الاصابه بتاعته خطيره ولا لا. يعني على كل حال باذن الله بنطمن حضراتكم يكون جاهز للمباريات القادمه. وامبارح برضو لو هنروح لمستر باتسو موسيماني، هو عقد محاضره نظريه كانت قبل المران عشان يشرح فيها بعض النقاط في مواجهه بقى الهلال، واختتم او اختتم التدريبات بتقسيمه قويه بين اللاعبين، وكان في تدريبات برضو خاصه في الجيم لايمن اشرف تحديدا، وتدريبات تأهيلية لبيرس تاودا وفقا طبعا للبرنامج العلاجي بتاعه. فإن شاء الله كل التوفيق للرجالة الأهلاوية ويشرفونا زي ما هم متعودين. طيب ده من ناحية، من ناحية تانية بقى طبعا استقر الجهاز الفني لفريق سان داونز الجنوب إفريقي على إقامة معسكر طويل في القاهرة قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، أكيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني هيظل في القاهرة حوالي 10 أيام في معسكر مغلق يخوض من خلاله مباراتي المريخ، يعني إن شاء الله يوم السبت المقبل والأهلي يوم 25 من فبراير، وفقا لما نشره موقع كيك أوف الجنوب أفريقي. كمان أوضح مدرب سان داونز أنه وقال يعني صرح بهذا الكلام، قال أن البقاء في القاهرة سيكون أفضل كثيرا من السفر ذهابا وإيابا، يجب أن ننظر إلى كل هذه الخطوط الجوية الأخرى أو ننتظرها بما يجعل السفر طويلا جدا لأنه توقف في مكان ما ويستمر. لذلك يعني عايز يقول أن هيبقى فيه ترانزيت ونقلات ووقت كبير ومجهود أكبر هيكونوا مهدرين في التنقلات، فكانت من وجهة نظره أن الإقامة بشكل كامل والفترة على بعضها في القاهرة هيكون أضبط بكتير للاعبين بتوعه. كويس جدا. نروح بقى للمنتخب الاولمبي لان في جديد في هذا الملف، والجديد في هذا الملف كمان يعني عمل زي عارف اللي هو مع وضد على السوشيال ميديا. برضو برجع اقول لحضراتكم تحديدا على تويتر انا بحب اتابع، فناس قالت القرار ده كويس جدا، وناس قالت لك يعني ايه لازمه القرار ده ما الدنيا ماشيه كويس. قرر مجلس اداره اتحاد الكره تعيين وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره متحدثا اعلاميا للجبلايه، كما قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الاولمبي والشكر ايضا للجهاز الفني لمنتخب الصالات، كما قرر المجلس توجيه الشكر ل وجيه أحمد مع الإطلاع على خطة التطوير لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. وأكد وليد العطار أيضا المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد بيقدم كل الدعم للمنتخب الأول برئاسة كارلوس كيراش، وأضاف سنظل دائمي الدعم للمنتخب الوطني من أجل الصعود لكأس العالم العام المقبل المقبلة البطولة المقبلة، والأهم التركيز الهام في القادم. وقال تحديدا هنا بقى ودي النقطة يا كريم، رحيل شوقي غريب بسبب عدم وجود ارتباطات حتى مطلع العام المقبل، ولا توجد أي أزمات مع المدرب، وأنه لا يوجد أي تجمعات للمنتخب في الفترة المقبلة، وليس لنا حاجة لتعيين مدرب خلال الفترة المقبلة، لذلك قررنا توفير النفقات التي يتم صرفها بشكل غير مفيد، وسيكون هناك تنسيق لهذا الأمر في الفترة المقبلة. فهو ده القرار. البعض قال لك طيب يعني ما الدنيا برضو مع كابتن شوقي كويسة، يعني إيه الداعي؟
فليه بنعمل كده؟ طب لما هنيجي نعين حد تاني، طب ما احنا هنعين حد تاني ربما برضو بتكاليف اكبر، يعني فاهم القصه؟ يقول لك طب احنا ممكن كنا نعمل فريزنج شويه للفتره دي، مش ان احنا يعني نقيل او ان احنا نستبعد او ان احنا يعني. فما اعرفش يعني، انا ما اعرفش، الاراء مطروحه كلها، لكن ده القرار اللي كالعاده صدر شويه كده والصوره هتبان. نعم بقول لك كالعاده شويه كده والصوره هتبان. اه ما اكيد يعني لو في اي اسباب اخرى يعني غير معلنه يعني حد ما هيطلع بتصريح ما تتضح من خلاله الصوره قد يكون. على كل الاحوال كمان اكد وليد العطار المتحدث الرسمي للجبلايه بان هم طلبوا تاجيل مباراه العوده بين مصر والسنغال لمده 24 ساعه فقط، وقال السفر للسنغال سوف يستغرق 8 ساعات وسيكون في اليوم التالي لمباراه الذهاب، وسيكون هناك يوم واحد فقط للتحضير، وهذا أمر شديد الصعوبة. وكمان قال موعد المباريات يتم بناء على أمور تسويقية خاصة بالفيفا، ونريد يوم واحد فقط من أجل راحة أو إراحة اللاعبين وللتأكيد على جاهزيتهم بشكل جيد. وأضاف بالنسبة لبطولة الدوري المصري حاليا هي تحت رعاية رابطة الأندية وبيقوموا بعمل جيد جدا، والفترة القادمة سوف تشهد المزيد من أشكال وأوجه التطور في الرعاية. هو ده اللي بنأمله طبعا. دي نقطة في غاية الأهمية. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع تاني وأكيد بيهم كل عشاق الرياضة العالمية، ونتكلم تحديدا عن محمد صلاح. طبعا هيلعب النهاردة مع فريق ليفربول مواجهة يعني أكيد هتكون قوية بقى، ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو. صراحة يمكن مش أول مرة، لو هنرجع كده شوية بالتاريخ، مش أول مرة أكيد يلعب في مدينة ميلانو بالتحديد، كمان بنتكلم مع يعني قطبي المدينة انتر ميلان واي سي ميلان، بتبقى ماتشات قوية جدا. وهو لعب قبل كده طبعا برضو مع الثنائي وسجل كمان، مش بس لعب لا وسجل، ده كان موسم 2015 و16 وموسم 2016 و2017، فأعتقد هتبقى مباراة قوية أكيد جدا أكيد يعني ليفربول مع برضو يعني الفرق الإيطالية عامة، بتكلم انتر ميلان او اي سي ميلان برضو من الفرق الثقيلة، فأكيد هيبقى فيها استمتاع. أنا بحب أتفرج أوقات، طب برضو عشان ما بقاش يعني مبالغ في كلامي، أحب أتفرج على الكرة العالمية عامة، بتكلم عن حتى الايطاليه او الاسبانيه طبعاً الالمانيه طبعاً يعني الدوري الالماني كمان، الحاجات اللي انت تتفرج وتستمتع، هي دي تستمتع بالمعنى فعلا. مفيش بقى كمان ايه، مفيش حاجات من الصنف العشوائي اللي ممكن تشوفيها شويه يعني ساعات في عالمنا العربي يعني مفيش حد اللي هو ايه شلت وخلاص، لا مفيش كوره طالعه من تحت رجل اي لاعب غيره محسوبه وبمنتهى الدقه وعارفه طريقها وعارفه رايحه لمين، في خطط صريحه بتشوفيها قدامك، في قدره عجيبه على تنفيذ كل الخطط الذكيه اللي محطوطه، لا ده في شويه مهارات. خصوصا لما بتشوف الفتره اللي فاتت برضو كان في غيابات للفيرست تيم، وكان بيبقى في ماتشات قويه بعض الفرق كانت بتلعب بالناشئين، يعني الناشئين فيرسز الفريق الثاني الفيرست تيم بتاعه، بس بتشوف قد ايه الناشئين برضو عندهم حريفة كورة، حريفة كورة فعلا، ما بتحسش ان دول وبيسجلوا اهداف. لا في اخرها كان يمكن ماتش كان ضد برشلونة، فيعني لا ولعبوا حلو قوي. منظومة يا نهوان، منظومة متكاملة من هم عندهم خمس ست سنين، كان نيوكاسل بتهيألي. المهم نرجع برضو نكمل كلامنا عن مو صلاح، واستكمالا لكلامنا هواند صلاح لعب كمان في دوري ابطال اوروبا امام اي سي ميلان في ملعب سان سيرو، تفتكروا كان الكلام ده في دوري المجموعات، وقتها كان الفوز من نصيب ليفربول. على كل حال طبعا مواجهه النهارده مفيش ذره شك ان هي هتكون قويه جدا، واكيد كلنا بنتمنى ان محمد صلاح يرجع يسجل تاني في دوري الابطال، لان اكيد الموضوع ده هيبقى له مردود ايجابي جدا قبل ماتش العوده في انفيلد، وكمان مع منتخب مصر في المرحله الفاصله القادمه من تصفيات المونديال امام السنغال ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويصلح الحال. ملف اخر مهم ومنافسات بطوله كاس مصر للتجديف اللي اقيمت في المجرى نهر النيل بالقاهرة، ونظمها اتحاد التجديف، ويمكن برضو قلنا الخبر ده قبل كده وأعلننا عنه في 10 الصبح في الأهلي. بطولة شملت يعني الفئات العربية ده تحت 23 سنة، بنتكلم عمومي وناشئين تحت 19 سنة وبراعم كمان وسباقات الأساتذة وسباقات الهواء. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. اهلا بيكي طبعا في بطوله كاس مصر هنا في نهر النيل، دي بطوله مهمه جدا عندنا، بيشارك فيها اكتر من 10 انديه وفي 600 لاعب وصلوا اللي هي الكاس اللي هي مصر. احنا عندنا في عدد كبير من القوارب طبعا
عندنا في فردي وفي حاجه اسمها دبل سكال، بيبقى قارب زوجي بمقدافين، وفي قارب يعني كل لاعب بمقدافين، وفي قارب زوجي كل واحد بمقداف، في رباعي كاتر سكال يعني كل واحد بمقدافين، وفي رباعي تاني برضو بيبقى كل واحد بمقداف، وفي اللي هي الثماني. ده بقى بينطبق على ناشئين وناشئات، وعندنا في براعم وفي تحت 16 سنة، فعندنا وفي أنسات وفي أولاد، لأن احنا بنهتم جدا يبقى في دلوقتي نوع من المساواة في الرياضة ما بين اللي هي الأولاد واللي هي والبنات. بطولة كاس مصر من للتجديف من البطولات المهمة اللي بنبقى حريصين على المشاركة فيها. دي البطولة اللي بتسبق بطولة الجمهورية، وبتبقى المرحلة اللي قبل الأخيرة اللي بنقدر نطمن فيها على لاعبتنا وتشكيلتنا. هو عندي حصيلة حوالي 70% من القوارب اللي مشارك فيها وصلوا للنهائيات، والنهاردة يمكن بيقام أول سبق لسه مش عارف نتيجته، ولسه إن شاء الله على مدار اليوم في مشاركات تانية وربنا يوفق إن شاء الله. بنشكر حضراتكم على الاستضافة الجميلة دي، وبنشكر الاتحاد على المجهود الرائع اللي هو بيبذله معنا كجنوب للوادي، يعني مسهل لنا بصراحة مواضيع كثيرة، ويعني مجهود مشكورين عليه، يعني دكتور عمرو النوري الحقيقة والأستاذ عصام بجوري عاملين مجهود رائع، وإن شاء الله يعني إحنا بنتمنى من الاتحاد إنه يعني يراعينا شوية أكتر كجنوب صعيد، لان احنا بنعاني من يعني نفسنا حد يجي يعملوا عندنا بطوله كده في الاقصر كده وينشطوا لنا السياحه وينشطوا لنا اللعبه نفسها كده وننشرها، نعمل انتشار للعبه في كل مكان. يعني انا من 2018 بلعب اللعبه دي في الاقصر يعني، فانا في الاول كنت بجد متحمسه قوي للموضوع وكان الموضوع لذيذ جدا، فقلت ان انا لازم اكمل قوي، فالحمد لله يعني كل بطولة بدخل، كل سنة في كاس مصر والجمهورية بدخل اللعبة وبشارك في مسابقات وبجيب ميداليات كتير الحمد لله. والنهاردة دلوقتي مشاركين في بطولة كاس مصر، تمام، معايا سباقات، صحابي جابوا في البراعم والزوجي والفردي، لغاية دلوقتي في 3 ميداليات، ولسه إن شاء الله السباقات مكملة ومعايا رباعي ومعايا فردي، وإن شاء الله هجيب ميداليات تانية إن شاء الله النهاردة. أنا كنت بلعب سباحة، فالكوتش شافني فهو قال لي تيجي تلعبي في لعبة اسمها التجديف، تيجي تلعبيها، اصل هو شاف ان انا ممكن اقدر احقق بطولات وكده، والحمد لله لغايه دلوقتي كنت عند حسن حظ وجبت ببطولات وسافرت لغايه دلوقتي 5 بطولات والحمد لله حققت فيها 5 ميداليات. يعني كاس مصر هي جديده، يعني فكره جديده للاتحاد التجديف ان هو يعني ينمي معظم الناشئين واللاعبين والموهوبين يعني لاننا نلاقي احسن فريق يقدر او منتخب يقدر نمثل بيه الاولمبيات اللي جايه. انا اخترت طبعا في الفتره اللي فاتت مجموعه كبيره يعني، وعملت استاد كتيره، ورحنا الجهاز الفني راح سافر يعني تقريبا كل حته في مصر، يعني نقينا منها من اسكندريه والاسماعيليه واسوان والاقصر، وبرضه بنبص على الولاد اللي هنا علشان اذا كان في حد ما كانش ظاهر لينا يعني ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح ونتعرف على درجات الحراره النهارده وحاله الطقس من خلال هذا الفيديو جراف، ونرجع نكمل.
بشكل عام، لكن بالنسبه بقى للتفاصيل فهي موجوده عند الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل عليك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. الو انت سامعه؟ لا مش كده برضو؟ لا دكتور محمود لا مفيش. يبقى مفيش نصيب، طالما كده يبقى مش مكتوب لنا. والله العظيم بكلمك جد. ونطلع فاصل مش بس كده، لا ده رجع. رجع كل شيء نصيب واللي يصبر ينول. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، وزي اهلا بيك كل الساده المشاهدين. اهلا بيك اهلا بيك. واضح طبعا يعني، ومش من النهارده بس، بقى لنا يومين كمان على هذا الحال، بس النهارده يمكن واضحه قوي الحكايه دي. الشمس ساطعه وجو دافي جدا، مفيش اي رياح تسكر، فهل دي اشاره ما لان خلاص قرب انتهاء وزوال موسم الشتاء وهندخل بقى على الحراره اللي كل شويه هترتفع، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ انت عايز تقول انا هودي كده منين؟ اه والله ده يبقى اسوء خبر العام ده يعني. لا لسه بدري يا دكتور محمود، صح لسه بدري. لسه بدري طبعا بالظبط. 20 مارس انتهاء فصل الشتاء رسميا 20 مارس، فالفتره دي احنا بنتمتع فعلا بشمس شتاء مصر الممتعه. يومين الخميس اللي فات الاجواء حلوه جدا، تمام، زياده فترات طلوع فيها في الشمس، لكن طبعا مجرد ما بتغيب ساعه الشمس فترات الليل الطقس فعلا بيكون شديد البروده فترات الليل الساعات المتاخره الصبح بدري حتى 61. صحيح. فتره الاستقرار دي يعني استمرت كتير، لان طبعا هتاخد خطوات جويه من الجمعه باذن الله، هيبقى معانا جمعه وسبت وحد، تبدا تنخفض درجه الحراره، هيبدا في سقوط امطار متفاوته في الشتاء على مناطق متفرقه من الجمهوريه كلها. عفوا دكتور محمود، ده الويكند اللي احنا اللي جاي ده؟ الجمعه الجايه. يعني الحاله الجويه خلينا نقول او الطقس الويكند مش جيد. خصوصا يوم السبت، يعني مساء الجمعه والسبت وصباح الحد. تمام تمام. تقلبات جويه ما بين انخفاض حراره وسقوط امطار ونشاط رياح. ولكن منها طبعا حاله طبيعيه من حالات عدم الاستقرار، لان بيتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ان حاله عنيفه وده هتكون في اليوم الثاني. لا طبعا هي حاله طبيعيه جدا من حالات عدم الاستقرار. اوكي. بمناسبه وسائل التواصل الاجتماعي دكتور محمود، ساعات بيبقى في بلبله ناتجه عن بوست ما مجهول من شخص مش معروف وغير متخصص بطبيعه الحال، ويثير جدل ويثير خوف البعض في بعض الاحيان، وخصوصا في مواسم الدراسه، موسم الدراسه، في كتير من الاهالي ممكن بتاخد معلومات من الفيسبوك او غيره من وسائل التواصل وتبقى معلومات خاطئه، وبالتالي يخلوا اولادهم مثلا ما يروحوش المدرسه في اليوم ده معتقدين بالخطا ان الجو هيبقى حاجه صعبه جدا وده مش حقيقي، فايه حل الحكايه دي؟ هو طبعا فعلا احنا بنعاني من الموضوع ده بشكل كبير جدا، ولكن احنا بنرجع نقول هو علم الانشطات الجويه علم ممتع الى حد كبير، وبيخلي ناس كتير تحاول تتفاوض فيه وتحاول يعني تدي تنبؤات. حته التنبؤ دايما والتوقع بتبقى بيهتم بيها بعض او كثير من الاشخاص، لكن احنا بنقول دايما للساده المواطنين اتخاذ المعلومات الدقيقه دايما تكون من هيئه الانشطات الجويه. صحيح. احنا عاملين صفحه على الفيسبوك، يعني متواجدين في معظم القنوات، مخرجات الهيئه معروفه، فبنحاول دايما نخلي المعلومات بتاعتنا ناخدها من مصادرها الخاصه بالتنبؤات. كويس. تمام يا دكتور بنشكرك، ودايما بنحب حضرتك تكون معانا في بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع عشان نطمن طبعا على الاسبوع وعلى الويكند. شكرا لك جدا دكتور محمود شاهين. هي قصه السوشيال ميديا، بس مش هقول لك حاجه، يعني هو ممكن حتى يحطوا صوره دكتور محمود او يحطوا صورتك او يحطوا صورتي ويقول لك اي ثلاث اربع جمل تحت، وخلاص كده يبقى انا اللي قلتها، طالما صورتي فوق او صوره اي حد وكم سطر تحت يبقى هو اللي قالها كده، يعني ده كده حاجه موثوقه. اي كلام يعني عادي عادي، ده ملهاش علاج. انا وجهه نظري وهتسالني السؤال ده اقول لك ملهاش حل. لازم البني ادم هو اللي يبقى عنده وعي، يعني لازم الشخص يبقى عنده، المواطن اللي احنا لازم يبقى عندنا وعي يعني. لما اشوف على فكره انا بشوف ناس صحاب ليا مثقفين جدا، وفي منهم يعني دكاتره وبيعملوا اوقات ريبوست الحاجات، وانا بخش مثلا قوانين او حاجه بقول له على فكره اللي انت عمل له شير ده مش غلط، مش صح، معلومه غلط، ايه ده ازاي ده المصدر يقول اسم الموقع، طب ما تخش على جوجل حتى جوجلت واعرف القانون مثلا الحقيقه، تلاقي لا ممكن تبقى حاجه اي كلام، حاطط لك اسم الموقع بس الموقع ما قالش حاجه كده، فده موجود. طب ارجع بقى ازيدك من الشعر بيت،
لما الكلام ده يحصل من حد زي حالاتي ولا حد زي حالات الناس العاديه اللي هي رواد وسائل التواصل الاجتماعي. بس انت اعلامي برضو ما ينفعش. لا انا بكلمك، سيبك من شخصي، قصدي اقول لك ان شخص عادي مش صحفي، لكن لما يحصل الكلام ده من صحفي دي بتبقى كارثه. دي موضوع بقى، ده موضوع تاني خالص طبعاً. موضوع تاني خالص يعني. يعني نتحرى بس الدقه في المعلومات بالذات اللي بنشيرها على الفيسبوك عشان لا تحسب ضدنا بجهاله، يعني تقال ايه ده انت، ايه اللي انت بتقوله ده. كل واحد بس يتحرى الدقه، كلنا وقعنا في الحاجات دي اكيد، بس بنتعلم ان احنا ما نعملش شير لاي حاجة، ما نصدقش اي معلومه غير لما ندخل على المصدر. وبالتالي برضو هنربط ده بالاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، ما حدش ياخد تصريح او توقعات او حصري عندي انا بس غير من المصدر الرئيسي للنادي الاهلي. فاصل سريع ونرجع نكمل. مرحبا بكم مره ثانيه، ودلوقتي موعد اخر اخبار النادي الاهلي وطبعا الفرق المختلفه اللي بنحب نطلع حضراتكم عليها. ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الخير، صباح عليكي انا وكريم طبعا وكل دلوقتي جماهير 10 الصبح في الاهلي اللي بيتابعنا. سامعك، اتفضل يا منى. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلتوا أنا دلوقتي في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة علشان ننقل لكم كالعادة كل اخبار النادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلوني في الاول بس اطمنكم عن حاله الطقس وحاله المروريه كمان للاماكن المحيطه بالنادي. حاله الطقس دلوقتي درجه الحراره 13 درجه، الجو يعني مستقر الى حد ما، وكمان الاعضاء بداوا بالفعل بالتوافد على المقر الرئيسي بالنادي هنا بالجزيره. كمان في سيوله مروريه جيده للاماكن المحيطه كلها بالنادي، يعني في سيوله مروريه جيده كلها في الاماكن المحيطه. خلونا بقى نبتدي باخبارنا النهارده، وطبعا البدايه بالفريق الاول لكره القدم وبعثه النادي الاهلي اللي هتطير اليوم الى الخرطوم. البعثه طبعا برئاسه نائب رئيس النادي الاستاذ العمري فاروق، هتطير الى الخرطوم علشان تقابل ان شاء الله الهلال السوداني يوم الجمعه المقبله الساعه 3 العصر في دوري ابطال افريقيا. لكن في النهارده تمرينه هتبقى خفيفه كده على ملعب مختار التتش للفريق كله بقياده طبعا مستر موسيماني. يعني كانت بدأت الساعة 9:30 وبعدين هيتحركوا مباشرة إلى المطار. كمان يعني إن شاء الله طبعا بنتمنى التوفيق لفريقنا، وإن شاء الله الأهلي يفتتح مشواره في هذه البطولة، وإن شاء الله تبقى بطولة جديدة بتضاف إلى بطولات النادي الأهلي. يعني طبعا عارفين إنه كمان اللي موجود في المجموعة مع النادي الأهلي والهلال السوداني كمان المريخ السوداني وسان داونز الجنوب أفريقي، والمباراتهم إن شاء الله تبقى يوم السبت القادم الساعة 3 العصر على ملعب الأهلي والسلام. كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله تبقى بدايه مشوار قوي وبطوله نحو بطوله اهلاويه كمان جديده. خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي الفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه بفريق كره الطايره رجال الماسترز طبعا اللي قدروا امبارح يفوزوا على فريق مصر للبترول بثلاثه اشواط نظيفه دون رد. يعني كمان هم دلوقتي عايزه اقول لكم يا نهواندو يا كريم انه الفريق او ماسترز رجال كره الطايره قادرين ان هم دلوقتي حافظوا على سلسله الانتصارات اللي بيقدموها لنا والعروض القويه جدا اللي بيقدموها من اول الموسم. متصدرين المجموعه برصيد 24 نقطه، فازوا على 8 مباريات، فازوا ب 8 مباريات من اصل 8 مباريات ايضا، وعاملين بطوله كبيره جدا في كل المباريات لحد دلوقتي. هيواجهوا نادي بتروجيت يوم السبت المقبل ان شاء الله. سيدات الطايره كمان هم يعني كان عندهم امس راحه سلبيه بعد فوزهم على نادي طيران اول امس بثلاثه اشواط نظيفه. كمان النهارده هيرجعوا لتدريباتهم مره ثانيه بشكل قوي ومستمر. تدريباتهم الجماعيه النهارده هتبقى على صاله الشهداء، وبيستعدوا كمان لمباراه الجزيره يوم الجمعه اللي جايه على صاله الشهداء ايضا الساعه 8 مساء. واخيرا رجال كره اليد مستمرين النهارده ايضا في تدريباتهم على صاله الامير عبد الله الفيصل اللي هتشهد كمان مباراتهم المقبله داخل المقر هنا بالجزيره ضمن منافسات بطوله الدوري المحترفين لكره اليد، هتبقى امام نادي سبورتنج. كل التوفيق لفريقنا، كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله، فريق كره القدم وكل فرق النادي الاهلي المختلفه. بشكركم جدا للمتابعه، الكلمه تعود اليكم مره ثانيه. اتفضل. شكرك جدا يا منى، وشكرا كمان انت يعني اديتينا فكره عن دلوقتي الاوضاع داخل النادي والحلقة المرورية وأكيد برضو الطقس. شكرا لك جدا. نروح بقى على مقر موقع يلا كورة حيث توجد الزميلة العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر يعني الأخبار وأهم العناوين والمانشيتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية، وكمان هيكون لها لقاء مع الأستاذة منى عمر الصحفية بموقع يلا كورة. نورة على فكرة. شفتي بقى إزاي؟ طب نعمل باي باي وكده. بس يا كريم. يا مريم صباح الفل عليكي، أهلا بيكي، اتفضلي سامعيني.
صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهواندو، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر موقع يلا كورة. وزي ما انت قلت بالظبط يا كريم، هيكون معانا طبعا لتحليل كل العناوين اللي هتكون معانا النهاردة الأستاذة الصحفية منى عمر، الصحفية بموقع يلا كورة. خلينا الأول نستعرض العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في جولتنا الصحفية، والبداية من العربية دوت نت. مدرب ليفربول: صلاح وماني لا يشربان الكحول. ومن يلا كورة: مبابي ينقذ باريس ويسقط ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. ومن موقع في الجول: مانشستر سيتي يدك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا. وأخيرا من موقع كورة: دليل جديد على اقتراب هالاند من الليجا. طبعا هيكون معانا لتحليل كل هذه العناوين الصحفية منى عمر الصحفية بموقع يلا كورة. بنرحب بيكي طبعا على شاشة قناة نادي الأهلي، دايما منورانا ومشرفة. صباح الخير عليك يا مريم، وصباح الخير على كريم ونهواند في الاستوديو، وصباح الخير على كل متابعي قناة نادي الأهلي. منا خلينا نبدا يعني بتصريحات طبعا يورجن كلوب مدرب ليفربول، كان بيتكلم عن فكره تعافي او يعني عوده صلاح وماني للقائمه الرئيسيه، ده طبعا بسبب ان هم لا يتناولوا الكحول، وده بيساعد على يعني يمكن عودتهم بشكل اسرع يمكن عكس بعض اللعيبه الثانيه. طبعا زي ما كلنا تابعنا يعني محمد صلاح بعد نهائي أمم أفريقيا كان يوم 6 فبراير، سافر أو رجع على إنجلترا يوم 7، يوم 10 كان ماتش بتاع ليستر سيتي، هو يعني نزل مع الفريق تدريب جماعي واحد بس، أو ما شاركش طبعا مع ليستر سيتي من أول المباراة، لكن هو قدر إن هو ينزل بديل. الحقيقة محمد صلاح بيقدم يعني هو بيعرف يتعامل كويس جدا مع جسمه، فاهم طبيعة جسمه كويس، احترافي جدا 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 في الأمور البدنية، بيعرف يتعامل معها كويس، وده ظهر طبعا انه ماتش بيرنلي كان اساسي هو وماني اللي كان لسه راجع برضو من الفاينل بتاع كاس امم افريقيا. الحقيقة كلوب ما قالش كده بس على صلاح وماني، لكن هو يعني قال انه مش مندهش من ده، بالنسبه له ده امر عادي جدا من صلاح وماني. قال كمان ان هما الاثنين بيمثلوا قوه من قوه الطبيعه في ليفربول، فنتمنى ليهم ان شاء الله التوفيق. النهارده عندهم ماتش مع انتر ميلان، وعندنا يا مريم زي احصائيه صغيره كده عن صلاح قدام انتر ميلان. هو لعب 5 مباريات، 4 منهم بقميص روما لما كان في ايطاليا طبعا، والمباراه الخامسه كانت مع فيرونتينا وسجل هدف الفوز لفريقه. مع روما هو ما سجلش ولا هدف ضد انتر ميلان، بس قدر ان هو يفوز مع فريقه في 3 ماتشات وتعادل مباراه وخسر مباراة أخرى. من امبارح كان في مواجهه طبعا قويه جدا، كل عشاق الساحره المستديره كانوا حريصين ان هم يعني يتفرجوا عليها، اكيد في دوري ابطال اوروبا ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. شفنا كمان يعني يمكن ميسي ضيع ضربه جزاء كل الناس اتكلمت عنها، وكان يعني ممكن يتسبب في خساره باريس سان جيرمان، ولكن في الحقيقه ان الحقيقه قدر باريس سان جيرمان في الاخر ان هو يحقق فوز في دوري ابطال اوروبا، فوز مهم جدا على ريال مدريد. باريس قدر يطلع من المباراة بالشكل اللي هو عايزه، هو كسب في الآخر، كسب بقى في الدقيقة 94، كسب في أول المباراة، المهم إن هو حقق اللي هو عايزه. لكن الحقيقة ميسي هو مش لاقي نفسه مع باريس لحد النهاردة. ميسي دي يعني توتال دي 5 ركلة جزاء بيضيعها في دوري أبطال أوروبا، وهو عادل بكده رقم تري ونري أسطورة أرسنال السابقة طبعا. في كمان يا مريم أرينا الصبح كان في تقرير من إذاعة مونت كارلو، راديو ماركا أنا أسفة، كانت بتقول إن نصر الخليفي توجه إلى غرفة الحكام ما بين شوطي المباراة، وده أثار جدل كبير جدا بعد ما باريس كسب طبعا في الدقيقة 94، خصوصا إن التقرير كان بيقول إن المباراة ما كانش فيها أي جدل تحكيمي خالص، باستثناء طبعا رجلة الجزاء اللي أهدرها ميسي. فطبعا هم بيتساءلوا عن سبب تواجد ناصر الخليفي ما بين شوطي المباراة، وبعد كده باريس كسب في الشوط الثاني يعني، فطبعا هي فيها تلميح لحاجة يعني. يمكن كمان يعني النهارده اغلب عناويننا بتتكلم عن دوري ابطال اوروبا. الحقيقه ان مانشستر سيتي قدر طبعا ان هو يحسم تاهله لربع نهائي دوري ابطال اوروبا. خماسيه دي بتصعب المهم على لشبونه ان هي تعوض في مباراه الاياب، يعني يمكن نتيجه كبيره جدا، فرايك فيها ايه؟
والله يا مريم الحقيقه انا بقلق من رباعيات جوارديولا وخماسيات جوارديولا اللي بتيجي على دماغنا في الاخر. طبعا نتيجه تقيله جدا ان هو يكسب بره ارضه 5-0، ولو ان مش هتفرق لانه طبعا مع الغاء قاعده الاهداف خارج الارض فمش هتفرق. طبعا هي المهمه اتصعبت نوعا ما على سبورتنج لشبونه في العوده على ملعب الاتحاد، لانه هيبقى مطالب ان هو يكسب 5 او اكتر من 5 بحيث انه لو تعادلوا يبقى في اكسترا تايم على حسب طبعا القاعده الجديده. لكن مع يعني مع جوارديولا صراحه كل شيء ممكن وكل شيء بيحصل، يعني هو بيضيع اللي بيعمله في الاخر بحاجه بسيطه جدا يعني، فخلينا نشوف ان شاء الله هيحصل ايه. تمام. طبعا هالاند يمكن تقارير صحفيه كتير اتكلمت عنه، اكيد مهاجم بروسيا دورتموند، ان هو بيامل او بيطمح ان هو يكون في الدوري الاسباني خلال الفتره المقبله. هالاند يمكن لسه صغير، عامل اكيد شغل كبير جدا، ولكن هو شايف انه مستقبله اللي جاي في اسبانيا، خاصه ان هو عايز يلعب في نادي يكون بينافس في دوري ابطال اوروبا، ويمكن ده هو اللي ممكن نشوفه الايام اللي جايه. ولكن كمان كان في كلام في تقرير كورة عن فكرة الشرط الجزائي اللي بيبلغ 75 مليون يورو، ده يمكن مبلغ كبير بالنسبة لهالند أو النادي كمان اللي هيتعاقد معاه، خاصة كان في كلام أيضا عن تعاقد هالند مع برشلونة، ولكن ليس قبل أن يعني يتحسن الوضع المادي لبرشلونة. كلامك صح جدا. هالاند عايز يروح دوري اسباني او يلعب ما بين صفوف انديه الدوري الاسباني، فهو ما قدموش غير خيارين، ريال مدريد او برشلونه. ريال مدريد مكثف جهوده جدا ان هو يتعاقد مع كيليان امبابي، وخصوصا كمان ان هو هيبقى فري، تمام؟ فده بالنسبه له ده الاولويه. كان زي ما انت ما قلتي التقارير كلها بتقول ان هالاند اقرب لبرشلونه، بس برشلونه لازم يعدل الوضع المادي بتاعه. طيب هو مؤخرا تعاقد مع شركه رعايه ادت له مبلغ كبير جدا حوالي 270 مليون يورو، فده هيساعده ان هو يعني يقدر ان هو يتعاقد مع صفقات جديده في الصيف. الصيف الجاي هيبقى الميركاتو ساخن جدا علشان الناس كلها. في تقرير كمان قريناها في صحيفه سبورت الكتالونيه كانت بتقول ان هو محتاج ان هو ممكن يتنازل او يضطر ان هو يبيع 3 لعيبه، منهم ديمبلي، منهم لوك ديونج، ومنفس ديباي. طبعا ديمبلي اصلا مصاب ببرشلونه ما قدرش ان هو يستفيد بيه خالص، ولو هيخرج هيخرج مجاني لان هو مش عايز يجدد، فقدامه ان هو يستفيد من ان هو يبيع لوك ديونج ويبيع منفس ديباي بحيث ان هو يقدر يوفر النفقات علشان يدفع الشرط الجزائي لهالاند، ويقدر ان هو يدفع له راتب لان الراتب بتاعه طبعا اكيد هيكون كبير جدا يعني. منا دايما بنشكرك طبعا ومنورانا ومشرفانا على شاشه قناه نادي الاهلي. ميرسي يا مريم، نورتونا. ميرسي. ده طبعا كانت تحليلاتنا الصحفيه مع الاستاذه الصحفيه منا عمر، الصحفيه بموقع يلا كوره، لكل العناوين الصادره صباح اليوم الاربعاء من داخل موقع يلا كوره. بشكركم جدا، العوده ليكم مره اخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح، واكيد كمان الشكر موصول لضيفتك الاستاذه منا عمر. تعالى بقى نروح لموضوع تاني، وهو موضوع شوية مش احنا معتادين عليه او مش بيحصل كتير يعني. نروح للاعب التنس المصنف الاول عالميا طبعا نوفاك ديكوفيتش، اللي قال بقى ايه؟ قال هو ما بيتعارضش مع التطعيم ضد فيروس كورونا، لكن لن يتم اجباري على تلقي اللقاح، وان هو هينسحب يا كريم من البطولات الكبرى اذا تم اجباره على تلقي اللقاح. طيب دي الستيتمنت اللي هو قاله والتصريح اللي هو قاله. بالمناسبه كمان مؤخرا هو تم ترحيل، لحضراتكم فاكرين احنا قلنا الخبر ده هنا، اللاعب السربي من استراليا بعدما برضه رفض الحصول على لقاح اللي هو كورونا يعني مضاد للكورونا على الاراضي كانت الاستراليه. هو قال نعم هذا هو الثمن الذي ارغب ان ادفعه، وانه بيدرك تماما انه لن يكون بوسعه السفر لمعظم البطولات حول العالم حاليا لعدم حصوله على التطعيم. الغريب كمان كان موقف هنا الرئيس السربي اللي اشاد بنجم التنس السربي دوكوفيتش، ووصفه بان هو يعني القمه في استراليا، وانه اللي واجهه في استراليا هو كان حاجه يعني زي ما يتقال كده عليه صراع كبير. طب جدير برضو بالذكر، خلينا نقول لحضراتكم ان طبعا بطوله استراليا المفتوحه للتنس يعني هو حققها دوكوفيتش من قبل كده يعني 9 مرات، اخرها كان العام الماضي 2021، فطبعا ده رقم كبير جدا، وهو نجم كبير جدا طبعا في عالم التنس. بس القصة في قصة برضو التطعيم من غيره يمكن
الناس على المستويات المختلفه عندها مشاكل، يعني ممكن الناس بعضها يفتكر ان الرياضيين دول خلاص هم متفاهمين علشان كمان يقدروا ان هم يروحوا البطولات ويسافروا، فهم مجبرين ان هم ياخدوا الفاكسين، بس الواضح دلوقتي ان لا، حتى الرياضيين بيعترضوا البعض منهم على ان هم ياخدوا الفاكسين. على فكره لسه في تخوفات من فكره الفاكسين، وهل هو ليه اضرار على اللونج ران ولا ملوش اضرار؟ طب وانا اخد حاجه وانا بمضي عليها اقرار ان انا المتحمل نتيجتها ليه، وانا اصلا ما اعرفش ايه ده؟ على فكره كل ده موجود. على الصعيد الثاني في ناس بالعكس بتستنى الجرعه الثانيه والجرعه الثالثه علشان تروح وتحصل عليها عشان يامنوا نفسهم. فالافكار بتختلف والثقافات بتختلف وكل واحد ليه وجهه نظره، بس حتى في الرياضيين ده بيحصل. لا بس احنا بنتكلم على رياضي مش عادي، احنا بنتكلم على مصنف رقم واحد عالميا في عالم التنس، بنتكلم على حد صرح بانه على استعداد انه يضحي باي بطولات مستقبليه ومش رايح ومش لاعب ومش هتجبر على مجرد لمجرد ان انا ما اخدش التطعيم. ده معناه ايه؟ معناه ان هو عنده يقين بان التطعيم ده فيه ضرر ما، الله اعلم هو فاهم ايه. طبعا. بس هو متعسف في الرفض، ف حاجه عجيبه جدا. طيب نروح بقى مع حضراتكم لخبر تاني وعالم اخر، هو عالم كره القدم العالميه. نروح بقى لخبر متميز عن مباراه فريق بوماس وفريق ليون بالدوري المكسيكي. لاعب كان هيطرد من المباراه بسبب خطا من الحكم، لكن امانه اللاعب الخصم، اللاعب اللي في الفريق المضاد، يعني هي اللي انقذته. اللي حصل كالتالي: واحد من فريق بوماس ضرب بكوعه لاعب اخر من فريق ليون. طبعا سارع الحكم في طبعا التلويح بالبطاقه الحمراء للاعب، لان الحكم كان فاهم ان اللاعب ضرب زميله في وشه في عينيه حاجه زي كده، ما كانش شايف كويس. لكن بمنتهى السرعه اللاعب اللي اتضرب جري على الحكم ووضح له ان خصمه لم يضربه في الراس اصلا، بل ضربه في دراعه. عشان كده الحكم الغى البطاقه الحمراء واستبدلها بالبطاقه الصفراء، وشكل من اشكال الامانه والروح الرياضيه. اخر خبر بقى معانا وخاص باولمبياد بكين، استفاد فيها منتخب كندا للسيدات من تعثر احدى بقى لاعبات المنتخب الياباني. طبعا احنا قلنا الخبر امبارح ان منتخب كندا هو بيروح دلوقتي للنهائيات، وهو بيامل ان هو يحصل على الميداليه الذهبيه يعني للمره الخامسه. بيواجه كان المنتخب الياباني طبعا المدافع عن اللقب ليفوز برضو بذهبيه هنا تزلج السرعه، تتابع للسيدات في العاب بكين الشتويه 2022. المنتخب الياباني كان خلاص مفروض ان هو في طريقه للفوز بالذهبيه الثانيه على التوالي قبل ما تسقط منهم يعني الواحده، مفروض ان هي برضو تقيله هناك في المنتخب، اسمها ناتانا نانا فرق كبير يا ست الكل. انا مش عارفه الاسامي، الاسامي اكيد احنا برضو اسامينا غريبه يعني. ولو اسمها كده فعلا اكيد هنشم خبر. طيب يا كريم على كل حال بتاعتك تيما، بتاعتك. احنا نطلع فاصل في هدوء وفي سلام لالتقاط الانفاس ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. زي ما كنا بنقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، الاهلي على موعد مع ضربه البدايه في دور المجموعات بالبطوله الافريقيه، كلنا اكيد عندنا امال وطموحات وعايزين نحافظ على اللقب للسنه الثالثه. اكيد ماتش الهلال السوداني والاهلي هيكون في كلام طبعا كتير جدا عن فنياته وهنناقشها، بس خلينا نرحب في البدايه مع كابتن ايهاب جلال نجم الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الخير. بنسعد دايما بوجودك معانا. انا اسعد والله. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ كله تمام. احنا عندنا عدد 3 ملف، اختار لك واحد بالتدريج. لا اللي انت عايزه. يا برونزيه المونديال، يا الاهلي افريقيا وضربه البدايه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، يا المنتخب، نبتدي بمين؟ نبتدي بالاهلي افريقيا والمونديال. الاهلي افريقيا. افريقيا. طيب كيف ترى اللقاء الاول اللي هيجمع طبعا ما بين الاهلي والهلال السوداني والمجموعه نفسها وقوام منتخبنا ومدى جاهزيته واستعداده؟ سوري انا بتكلم على الفريق ومدى جاهزيته واستعداده للمعترك القادم ده. بص حضرتك، هي طبعا النادي الاهلي هيخش البطوله، هو بطل افريقيا ثالث عالم، ده مهم جدا. الفرقه كلها بتعمل حساب بالنادي الاهلي طبعا في المواجهات الافريقيه طبعا، لان مهم جدا، لان النادي الاهلي طبعا متربع على عرش افريقيا. طبعا متربع على عرش الدوري المصري طبعا اكيد. عايز اقول ان المواجهه هتبقى بين مصر والسودان، ان تبقى فيها حساسيه شويه بين البلدين يعني. طب. انما طبيعي جدا النادي الاهلي هو المسيطر، هو الاحسن، هو الاجهز، هو لان السودان فيه برضو عندهم شويه مشاكل اذا كان في الانديه او على مستوى المنتخب الوطني بتاعهم.
طبعا ده مش يعني بالنسبه للنادي الاهلي ما فيش مشكله خالص، انما النادي الاهلي بيخش عشان عنده هدف بيحققه. ايه هو الهدف؟ انه يكسب عشان يطلع الدور الثاني اللي بعده ويخش على الفاينل ويكسب البطوله. هو ما بيلحقش ياخد نفسه، هو ما بيلحقش بصراحه يعني، ولا احنا بصراحه يعني يعني هو ده قيمه الفريق الكبير. وعلى فكره العالم كله كده برضه، تشيلسي كان كده برضه، راح كاس العالم رجع لعب الدوري، هيلعب في بطوله افريقيا اوروبا. في طبعا الفرق الكبيره ده القدر بتاع الفرقه الكبيره وقدرنا احنا كمشجعين النادي الاهلي طبعا او منتمين للنادي الاهلي طبعا. انما ان شاء الله النادي الاهلي المجموعه كويسه جدا، المجموعه فيها سان داونز والمريخ السوداني والهلال السوداني، يعني شيء رائع يعني، انك انت مش هتسافر كتير غير يمكن سان داونز. او انا سمعت في التقرير الاولاني منكم يعني ان سان داونز هيعمل هنا معسكر في مصر يعني لمده 10 ايام طبعا، ده عشان يلعب برده مع المريخ السوداني هنا. فطبعا الامور كويسه يعني، هي الفرقه الوحيده يمكن الكويسه سان داونز او القويه بالنسبه للنادي الاهلي يعني. فان شاء الله النادي الاهلي طبعا ما فيش مشكله بالنسبه له، لانه طبيعي جدا انه واخد على البطوله يعني، ما فيش مشكله يعني. بس احنا عندنا الهلال وعندنا المريخ وعندنا سان داونز، لو هسال حضرتك ايه اكتر فريق منهم ممكن يكون فيه قلق شويه، او اكتر فريق لازم تخلي بالك زياده شويه يعني، بغض النظر احنا كده كده هنخلي بالنا في الثالثه، بس مين اكتر فريق بتشوف فيه يعني زي ما بيتقال كده تحدي اكبر؟ بص حضرتك، المشكله بالنسبه للفرق الكبيره زي النادي الاهلي، الاهلي بيقلق منه هي الفرق اللي هي مش قويه قوي يعني. مع سان داونز فرقه قويه جدا، ما فيش مشكله بالنسبه لنا معاها يعني، لان دي بتلعب كره كويسه واحنا بنلعب كره كويس، فالموضوع بيبقى حلو وسهل يعني. انا ما كنا بنلعب كنا يعني بالنسبه لنا احنا الفرق الكبيره تبقى افضل كتير لينا من الفرق اللي هي الصغيره او الاصغر منك شويه، لان في اوقات كده الفرق الصغيره هي اللي بتجيبك بتاخدك ليها. فدي بتبقى مشكله بالنسبه للفرق بالظبط كده، او بتدافع او بتعمل اي حاجه تضايق الفرق الكبيره. فطبعا النادي الاهلي او الفرق الكبيره بتحب جدا بتلعب مع الفرقه القويه او اللي زيها، على اساس بيبقى الجيم مفتوح والفرقه واللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها ماشيه تمام. انما هي اللي بتقلق بس هي الفرق الاقل منك سنه بس. يعني مين من الثلاثه؟ لا يعني الفرقتين السوداني يعني، الفرقتين يعني المريخ والهلال. تمام. فطبعا ان شاء الله الاهلي بس انا فاهم وجهه نظر حضرتك، انا واصله لي بالظبط كده، احنا شفناها فعلا قبل كده كتير جدا بتحصل لما الاهلي بيلعب مع فرق اضعف شويه، حتى منتخب مصر بيلعب مع فرق الاضعف بتبقى الموضوع بيبقى يعني، حتى شفنا منتخب مصر بتحصل حاجات غير متوقعه وبتبقى مشكله بالنسبه للفرق الكبيره. دخلنا على المنتخب دلوقتي بعد النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي لما كان المنتخب بيلعب مع الفرق اللي هي في المجموعه بتاعته كان برده ما كانش كويس قوي، لما دخل على كوت ديفوار والمغرب ابتدى طبعا ماتشات كبيره وماتشات كويسه، فبتلاقي الفرق الكبيره بتحب تلعب مع الفرق الكبيره اللي زيها. وكل العالم على فكره كده، مش احنا بس او في مصر، ده بديهي جدا طبعا. تعالى نرجع مره ثانيه للنادي الاهلي، وعايزين يعني هل في رأي حضرتك مطلوب من بيتسو موسيماني المشاركة في عمليات التأهيل النفسي بقى، مش بتكلم على البدني، وإن كان برضو البدني الأمر ما يخلاش الحقيقة طبعا. عندك لعيبة كتيرة كانوا في المنتخب وراجعين برضو على يعني، في ناس مصابة طبعا، بقى الإجهاد اللي بنتكلم عنه كتير في الفترة الأخيرة، بس هل مطلوب منه إنه يعمل لهم ريكفري نفسي بعد الفوز بذهبية المونديال؟ لأن برضو النوع ده من الأمور مهما كنت أنت شخص سوي ونفسيتك سليمه ومتعود على البطولات، بيبقى فيها برضو شيء من الثقه اللي ممكن تكون زايده وهم داخلين يعني على بطوله جديده ويلعبوا منافسين جدد. بص حضرتك، هل ذهبيه المونديال ممكن تفرق نفسيا مع اللعيبه؟ النادي الاهلي بيعرف يفرق بين الاماكن او البطولات اللي بيخش فيها، ده مهم جدا، ان انت بتلعب مع اعلى فئه في مصر او في افريقيا هو لعيبه النادي الاهلي، لعيبه كبيره، نادي كبير، بيقدر اللعيبه تقدر بتتحول خلاص يعني، هم نسوا خلاص المونديال بتاع كاس العالم خلاص، ده مرحله وعدت، بنخش على المرحله الثانيه اللي هيأهلنا تاني لكاس العالم، وده مهم جدا، وده اللي النادي الاهلي بيعمله. والعامل النفسي بالنسبه للاعب او لاي رياضي اهم عنصر في الرياضه هو العامل النفسي، ازاي تخرج نفسك من الموضوع ده للموضوع الثاني
او من البطوله دي للبطوله الثانيه. وهل ده بيحصل؟ يعني لو انا هسال حضرتك هل ده بيحصل وهتكلم تحديدا للاهلي، يعني سواء اللعيبه اللي شاركت مع المنتخب او ما شاركتش، والابس اند داونز والصعوبات والغيابات والتحكيم الظالم الى حد طبعا كبير، هل احنا هيئنا اللعيبه بتوعنا علشان بقى بتكلم عن افريقيا؟ يعني بص حضرتك، المدرب الكبير او المدرب الكبير اللي بيدرب في النادي الاهلي مهما هو مين اسمه، هو عنده موضوع العامل النفسي مهم جدا، لانه بيدرسه كويس، ولو ما كانش درسه كويس او هو ما بيعرفش يتعامل معه مش هيبقى في النادي الاهلي، او مش هيمسك منتخب مصر او منتخب كبير او منتخب اي حاجه، او كان نادي الاهلي. يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي، العامل النفسي مهم جدا للاعيب. يعني بتشوف موسيماني تنهاب بيحافظ على النقطه دي جدا. طيب مين غير موسيماني من المديرين الفنيين اللي كانوا بيمرنوا الاهلي اللي بتشوف عنده هذه النقطه عاليه جدا من اكترهم؟ الا كل مدرب اوروبي عنده الموضوع ده مهم جدا، لان ده طبيعي جدا في كرة القدم او طبيعي جدا في الرياضة ان العامل النفسي يكون اللاعب مهم جدا، لان انت لازم تخرج من 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 حالة الى حالة. صحيح. وده مهم جدا، يعني العامل النفسي بالنسبة للاعب. انا كمدرب انا درست العامل النفسي في اوروبا، يعني ده مهم جدا، ده عامل مهم جدا. يعني مانويل مثلا خوسيه كان نقدر نقول من المدربين اللي كانوا بيشتغلوا على النقطه طبعًا دي، ولا مقارنه بموسيماني مثلا؟ لا بص انا مش عايز اقول ده احسن او ده، ما بنقولش احسن، بنقول بيركز على النقطه دي اكتر. الاثنين اكثر من رائعين بالظبط. يعني طبعا اكيد هما الاثنين، انا شايف الاثنين بصراحه في الحته دي كويسين جدا. وده مهم لان الست بتلعب في كذا بطوله، فلو ما عندكيش العامل النفسي مهم جدا، او انت كعندك كمدرب انت فاقد الحته دي، مش هتقدر تخرج من البطوله، هتخش بطوله تانية. ده مهم جدا. فعشان كده انا شايف اي مدرب ماسك النادي الاهلي او منتخب مصر او اي فرقه كبيره لازم يكون عنده حته العامل النفسي مهمه جدا، ويعني يكون ماسك فيها كويس قوي، لانه يعرف يتصرف ازاي مع اللعيبه. طيب بالنظر للنادي الاهلي في المونديال، في رأيك ايه المكاسب اللي المفروض بيتسو موسيماني والجهاز الفني يعني يحافظوا عليها بقى افريقيا؟ ايه الحاجات اللي كانت ايجابيه قوي من وجهه نظرك، سواء الدفع بلاعبين معينين، سواء فكره الروتيشن، سواء كواليتي اللعب، نوع الخطط اللي بيلعبوا بيها؟ يعني ايه المكاسب او المكتسبات اللي شايف ان هي اتحققت بشكل واضح جدا في المونديال وحقنا نحافظ عليها افريقيا؟ المكاسب اللي انا شفتها بصراحه ولاحظتها جدا، ان اي لعيب ما كانش بيلعب في النادي الاهلي ولعب في كاس العالم عشان اللعيبه الثانيه في المنتخب او كده، خدوا مكانهم وخدوا مكانهم الطبيعي جدا انه يلعب يمثل النادي الاهلي، بدليل ان الشناوي ما لعبش، علي لطفي لعب وخدنا ثالث عالم، ده مهم جدا، ده مكسب. محمد هاني ما كانش بيلعب لان كان اكرم توفيق بيلعب، لما لعب احرز هدف الاولاني وماشي كويس جدا، وماشي كويس جدا في كاس العالم، ماشي كويس جدا. فده مكاسب كبيره في لعيبه كتير جدا، في يعني عايز اقول ان النادي الاهلي هيحافظ على الموضوع دوت، ان يعمل روتيشن واي حد ممكن يلعب هيبقى كويس. ده مهم جدا، ده المكاسب اللي احنا خدناها في كاس العالم. ولو ما كانش في لعيبه النادي الاهلي في المنتخب ما كانش دول خدوا فرصتهم، فده مهم جدا. زي كاس الرابطه، احنا كنا قاعد معاكم هنا وقلنا كاس الرابطه ده مهم جدا، اللعيبه ما بتلعبش، قلنا هيبقى مفيد جدا، مفيد جدا. فانا شايف دلوقتي النادي الاهلي عنده حوالي اكتر من 30 لعيب يقدر يلعب في اي مكان وفي اي وقت، ده المكاسب ولازم نحافظ عليها. وده اعتقد النادي الاهلي هيحافظ على الموضوع ده، لان انت بتلعب في بطولات كبيره جدا وبطولات كتير جدا، فمحتاج عدد كتير جدا من اللعيبه، ده مهم جدا. زي ما حصل في منتخب مصر ده، يعني الفرقه الكبيره واللعيبه الكبيره لازم يحصل معاها كده، لان لازم يحصل في روتيشن، ولازم يحصل ريكفرينج كويس جدا، وتاهيل كويس للعيبه ديت عشان اقدر احافظ على اللعيبه بتاعتي، واقدر اخش المسابقات من غير اصابات ومن غير اي حد، لان انا لازم احافظ على اللعيبه دي كلها، ده مهم جدا يعني. طيب كابتن إيهاب، طبعا لسه حديثنا مستمر، نروح فاصل بس سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا كابتن إيهاب جلال، وطبعا ملفات متعدده بنتكلم معاه عنها. وخلينا نروح شويه بقى للمنتخب وتقييمك ورؤيتك، مش لاداء المنتخب قد ما هو لاداء كيروش تحديدا، وخصوصا ان الحكايه عندنا كانت مقسومه ايه، تجاوزا كده نصين. النص الاولاني شفنا من خلالها العجب، وسمعنا من خلالها من التصريحات ما هو اعجب، وبعد كده الدنيا اتظبطت شويه. فانت شفت مرحله قبل وبعد ازاي؟ احنا كنا برضو قاعدين هنا وبنتكلم ان الناس كتير جدا مش فاهمه كيروش بيعمل ايه، ده كتير جدا. وانا هنا برضو كنت قاعد هنا وقلت الراجل
الناس الأوروبيين أو الناس الكبار المدربين الكبار الأوروبيين عندهم أهداف بيشتغلوا عليها، الهدف أنا بحققه أو ما بحققهوش. وهو الراجل بصراحة من أول لما بدأ كل الأهداف هو بيحققها، يعني أما اتنين ماتشين ليبيا كسبناهم بعد ما كنا ما حصلناش على اي بطوله يعني، لا قصدي دخلنا بطوله افريقيا يعني، قصدي يعني ما هو لازم كنا نطقه كمان ما كناش هنطقه، مش قصدي يعني عايز اقول لحضرتك ايه، لا يعني ايه الاهداف بتتحقق. لما رحنا بطوله افريقيا وكنا قاعد هنا اتغلبنا من نيجيريا اول مباراه، يعني برضو ما كانش المستوى ما كانش كويس قوي، كنا بعافيه جدا وقلت انا ايه ان الراجل الهدف بتاعه انه يطلع الدور اللي بعده وده مهم جدا، وحصل الكلام ده وهو عمل الكلام ده. بعد كده دخلنا على ثلاث مباريات قويه جدا يعني من كوت ديفوار، المغرب، كاميرون، يعني ثلاث فرق واخدين بطوله افريقيا. هل التقييم بيكون بماتشات ولا التقييم بيكون برصيد البطولات؟ لان احنا راح نتكلم بطولات كابتن ايهاب صفر. تمام تمام، احنا هنا بنقيم المدرب لو احنا في بطوله مجمعه زي كاس عالم او زي افريقيا بالاهداف اللي هو عملها، يعني حقق ايه، وصل لغايه فين، ده مهم جدا. انت كمنتخب مصر مطالب على طول انك تاخد بطوله، ده مهم جدا لانك انت برضه تقدر تاخد بطوله، لانك تقدر تاخد بطوله لانك انت كنت رقم واحد في افريقيا واخد سبع بطولات افريقيه ما حدش واخدها في تاريخ افريقيا كلها ولا فرق. يعني السنغال أيوة حتى المعايير والحسابات عند الاجهزه والاشخاص المعنيه كوم وعند الجمهور، انا بتكلم بلسان جمهور يعني كده. انا بتكلم باللي كان بيطمح ليه جمهور مش اجهزه، مش يعني حضرتك فاهمني. هو طبعا هو الطموح عالي والسقف عالي جدا بالنسبه للجماهير لما ابتدينا نكسب كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، وده طبيعي جدا وحقهم على فكره، واحنا برضو كمشجعين كنا آملين ان احنا ناخد البطوله، ان الاصعب انت عملته عدى، اللي جاي اسهل شويه من اللي انت لعبته، لانك انت لعبت حوالي ساعة ونص أو مباراة كاملة أكتر من السنغال، السنغال لعبت ثلاث فرق ما خدوش ولا بطولة أفريقيا ساعتها، لأن جزء رأس الأخضر وغينيا الاستوائية وبوركينا فازو، يعني عايز أقول إن الـ إن إن الطريق بتاعهم ما كانش كان سهل، الطريق بتاعنا كان صعب جدا، وأنت عملت الصعب، ففاضل حاجة صغيرة جدا تكة زي اللي بيقول تكة وخلاص. فاضل على الحلو تكة. بالظبط كده، وده كان الآمل للجماهير كانت يعني عندها أمل في الحتة دي، وده حقهم وده مشروع جدا، إنما في حاجات بتحصل في الكورة خارجة عن إرادتك أنت. أصل التكة دي حصلت معانا مرتين ورا بعض، مرة بالزبط. مع المنتخب في أفريقيا ومرة مع الأهلي في المونديال. بالظبط. كانت قريبة في قريبة الحاجة. جدا، وكانت النادي الأهلي برضو كان قريب جدا الموضوع ده. طبعًا. يعني لو كنا كسبنا بالميرازا، وبالميرازا على فكرة فرقة مش قوية قوي خالص، يعني لو كنت كسبت لعبت نهائي، وده كان مهم جدا. مليون في المية. طبعا، إنما هي زي ما بقول لحضرتك كده الكورة فيها تغيرات ومتغيرات كتير جدا، إحنا يعني ما بتقدرش تتحكم فيها. أنت بتقدر تشتغل والظروف هي اللي بتساعد او ما بتساعدش، انما انت انا شايف ان المنتخب حقق الاهداف بتاعته. اه طبعا احنا كنا نامل ان احنا ناخد بطوله افريقيا، ده طبيعي جدا، وحق الجماهير انها تزعل، وحقنا احنا كلنا في الوسط الرياضي نزعل، انما ما كناش نطمح يعني، يعني اما دخلنا البطوله ما كانش في ناس ما عندهاش امل ان احنا ممكن نوصل لابعد من كده يعني. لا مش فاهمه الجمله. ان الناس ما قالت ان احنا فرقه مش كويسه قوي او الفرقه الثانيه احسن، الناس كانت شايفه ان احنا نقدر. بالظبط كده. فطبعا انا شايف ان اللي حصل شيء جميل وشيء رائع، يعني انك توصل نهائي وتخسر من فرقه طبعا هايله جدا وفرقه كويسه جدا، وانا قلت قبل كده ان فرقه السنغال فرقه افريقيه بنكهه اوروبيه، لانه بيلعبوا كوره كويسه جدا، محترفين كتير جدا طبعا. لا وبيلعبوا كوره كويسه يعني، مش زي الافارقه بيضربوا وبتاع، لا بالعكس فرقه كويسه جدا ليها اسم وهي رقم واحد في افريقيا. طب ما بيننا وما بينهم في الماتشين الجايين بقى حس كده صعبين جدا، ولازم نركز فيها جدا، لان الافارقه وشمال افريقيا بيعرفوا يلعبوا في كاس العالم كويس، يعني ده التسويق بتاعهم الفعلي بتاعهم، فبيلعبوا كويس جدا في كاس العالم، يعني يمكن احسن مننا شويه، هم بيفكروا احنا بنفكر في افريقيا اكتر، هم بيفكروا في كاس العالم احسن. فده انا شايف المباراتين صعبين جدا، انما مش مستحيله يعني. يا وصلنا ليه مش مستحيله؟ مش مستحيله صحيح، لانك انت
اقول لحضرتك ليه؟ لانك انت لعبتيهم في نهائي افريقيا وكسبوك، هم عندهم العامل النفسي بتاعهم اعلى شويه منك. بس انت عندك ذهاب هنا، لو حسمنا الموضوع لازم تحسمها من هنا. برافو عليكي، ده مهم جدا. برافو عليك يا نهوان، ده مهم جدا انك تحسم المباراه من هنا، لان المباراه هناك هتبقى صعبه جدا. طبعا عرفنا الحكام بيحصل ايه فيهم وبيعمل ايه، يعني بيحصل حاجات كتير جدا وحشه. طبعا اللي حضرتك بتقوله، طالما انت بتقول ان هم بيهتموا اكتر بكاس العالم، ده سبب ادعى ان هم هيبقوا جايين متغولين علينا اكتر. طبعا ناهيك بقى عن كمان النشوه بتاعه كاس امم افريقيا. بالظبط كده، ما عشان كده بقول ايه، احنا برضو هيبقى عندنا حته ان انت عايز ايه، مش هنقول بقى طار والكلام بتاع مش طار الرياضه، بس انت عايز تعوض انت طبعاً. وده اللي احنا نعرفه، انت دايما بتعوض، يعني ممكن تقع ماتش اتنين بطوله بس بتجيبها بعد كده، بالظبط كده. ده مهم جدا، منتخب مصر منتخب كبير وبيقدر يعرف ازاي يشتغل في الحاجات دي. انا عايز اقول ايه، هي بس الصعوبه فيها انك انت هم كسبانين بطوله امم افريقيا دي، بس العامل النفسي بتاعهم هيبقى اعلى سنه منك، وانت برضو داخل على اساس برضو انك انت خسران بطوله امم افريقيا مع الفرقه اللي انت هتلاعبها دلوقتي حالا، عايز تاخد حقك، عايز تاخد حقك. فدي مهم جدا انك انت لازم تخلص، زي ما قلت انا هوندي كده، لازم تخلص المباراه من هنا، ده مهم جدا، لان ما تضمنش الظروف هتحصل فيها ايه هناك. صحيح، لان طبعا افريقيا صعبه جدا واجواءها صعبه، يعني كنا ند وخصم قوي ليهم، بدليل ان هم لما فازوا علينا بركلات الترجيح. طبعا، وبمناسبه ركلات الترجيح، البعض من الناس شاف ان هو ليه صلاح ما كانش تاني او تالت لاعب يسدد ضربه الجزاء، يعني في ناس شافوا ان هو فضل انه ينتظر للنهايه عشان انجاز التعبير يعني ياخد اللقطه. هي مش اللقطه، بص حضرتك، ناس كتير جدا سالوني في الموضوع ده. هو المدير الفني بيعمل ايه، او الجهاز الفني بيعمل ايه في ضربات الجزاء؟ بيخلي اول واحد كويس، اول واحد كويس يشوط، زي مثلا زيزو بيشوطها كويس جدا، واخر واحد لازم يكون كويس، عشان واحد يرفع من قدر اللعيبه او العامل النفسي للعيب، بيحفز اللعيبه الباقيه، والاخر لو انت مثلا محتاج الشوطه دي ان هي لازم تخش، فالاول والاخير لازم يكون كويسين. وطبعا اللي في النص طبعا لازم يكون كويس اكيد، يعني انما الاكثر تميزا، يعني الاكثر تميزا. برافو عليك. انما ما هو الواحد ما يضمنش برضه انت هتضيع ولا ما تضيعش، وما ينفعش انك انت اللاعب اللي انت قايله هتشوط رقم ثلاثه تقول له لا ما تشوطش انت، هيقع منك العام النفسي، يقع منك جدا. انا قصدي اقول لك كان يبقى الاختيار من البدايه، انما هو من البدايه معروف ان اول واحد واخر واحد بيبقوا كويسين بس، انما مش هتقدر تقول يا صلاح انت، طب انت شوت النهارده رقم اثنين او رقم ثلاثه، هيبقى صعوبه بالنسبه للعيبه اللي هتشوت اصلا، يعني فبتبقى فيها مجازفه شويه يعني. طب انا عايزه اروح لسؤال، لان كره القدم فعلا محيره يعني جداً. والله العظيم حاجه غريبه جدا. صحيح. واحناش فاهمين، يعني لما نشوف مثلا الهلال السعودي امام تشيلسي ولعبه، وفكره ان هو بس يخسر 1-0، وقد ايه كان برده بيدافع في الاول، وبعد كده كان لعبه في الشوط الثاني كويس، تقول الفريق ده هم اصلا ناس تقيله، تيجي قدام النادي الاهلي رباعيه، هو ايه اللي بيحصل؟ لا، اللي بيحصل بقى انا هقول لحضرتك ليه. يا ريت. تشيلسي برضه ناس كتير جدا قالوا لي يعني ازاي دي الهلال الفرقه جامده وهتكسبنا، يا جماعه يعني مش كده. يعني ده كان الكلام، قلنا عندنا ثقه، ولكن في تخوف شديد جدا، لان احنا بنقيم باخر مباراه لعبوها امام نادي عظيم زي تشيلسي. مش عايزين نغفل او نقول ان طبعا فرقه الهلال فرقه كبيره جدا وفرقه قويه جدا في السعوديه، ده مهم جدا، بس في فرق، معلش مع احترامي برضو، انا منحاز جدا لمصر والنادي الاهلي بالذات. ليه؟ لانك انت حضرتك انت الليجا رقم واحد في الدول العربيه وافريقيا، انت رقم واحد، فطبعا عايز اقول ان النادي الاهلي برضو اعلى من فرق كتير جدا في الدول العربيه، كتير جدا بالنسبه لشمال افريقيا او في دول الخليج. فتشيلسي لما لعب الهلال، تشيلسي عاوز برضو هدف، ايه الهدف؟ انه يلعب مباراه نهائيه، جاي من دوري، من الدوري الانجليزي، هيلعب مع نص نهائي ويلعب على النهائي، ده اللي هو عايزه، فلعب على قد المباراه. يعني انا لك ان تتخيل لو الهلال جاب جول في تشيلسي هيكسب 6-7، انا بقولها لك منتهى الامانه، الراجل فرقه تشيلسي بتلعب على قد المباراه، لان عنده المباراه ديت وهيلعب مباراه نهائيه برضو قويه، اذا كان مجهود عليه بالظبط كده، وهيرجع يلعب في الدوري الانجليزي، وبعد كده هيلعب في بطوله امم شامبيونز ليج. فانا عايز اقول الناس دي بتعرف ازاي تلعب،
ازاي عايز الاهداف زي ما انا بتكلم برضو المدربين. انا لان انا عايش في اوروبا وعارف الكلام ده. الاوروبيين عندهم اهداف بيحققها، مش لازم ياخد كل حاجه في يعني مثلا هنا نقول ايه، انت مثلا تلاقي واحد مدرب بيدرب فرقه مثلا ادى تقول له نقول له ايه انت اديت ازازه الدواء كلها في وقت واحد، ما ينفعش. يعني هو عايز يفوز وخلاص، مش فارق معاه هاي سكور، مش فارق معاه اداء خالص، هو عايز يكسب عشان يوصل بس. اوكي، فهو تشيلسي عمل كده. الهلال لما لقى تشيلسي بيلعب على قد المباراه، طبعا هو فرقه كبيره برده لازم يلعب ويهاجم وبتاع، وكان شكله كويس جدا. انما لما جه لعب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ند قوي للهلال. فعشان كده شفنا احنا ان النادي الاهلي متفوق على الهلال. ليه؟ لان المباراه عاديه، مباراه الاثنين سجال مع بعض، فاهماني؟ هو بيحاول يقدم اللي يقدر عليه، مش وثالث ورابع خلاص، دي اخر مباراه تلعبها بالظبط، مفيش حاجه تاني عشان تهدي او ما تهديش او الكلام ده. قعدنا مع بعض كذا مره قبل كده، وازاي ما فتحناش سيره الفتره اللي حضرتك كنت عايش فيها بره، ما اتكلمناش كنت قاعد فين والتجربه اللي مريت بيها في الفتره اللي عشتها بره مصر والافاده اللي اتحققت في حياتك. بص حضرتك، انا افاده كبيره جدا طبعا، زي ما بيقولوا كده السفر فيه فوائد كبيره جدا، وبصراحه فعلا ده صح يعني بكتير جدا، يعني بتستفيد بكل حاجه، بكل يوم بتعيشه بره. قعدت فين قد ايه؟ انا كنت بقى طبعا في النادي الاهلي، بعد ما مشيت رحت لعبت في الاسماعيلي سنه، بعد كده رحت سافرت المانيا، لعبت في المانيا حوالي 7 سنين. وبعد كده دربت سنتين، عملت الرخصه بتاعتي، رخصه التدريب في المانيا برضو. في المانيا برضو، وانا راجل طبعا محاضر. أوكي. يعني بالرخصه دي ابقى محاضر. طبعًا. دولي طبعا وبحاضر طبعا. دربت سنتين، وبعد كده جيت هنا بقى مصر. يعني لعبت 7 سنين في المانيا، وكانت فتره كويسه يعني جدا. يعني الفتره الاطول كانت في المانيا 7 سنين متصلين. ده انا قعدتهم لعبتهم كامله، وسنتين دربت، يعني حوالي 9 سنين قعدت. وخدت طبعا رخصه من المانيا. واهم المكتسبات ايه بقى؟ والله بص حضرتك، يعني حتى على صعيد نمط الحياه على فكره، مش بس بقى. لا بص حضرتك، انت زوجت المانيه ولا مصريه؟ انا زوجتي نص مصريه نص المانيه. طيب. بس انا متزوج هنا قبل ما اسافر، يعني قبل ما اسافر. اوكي، بس هي صدفه حلوه برضه. انا اتعرفت عليها هنا وكل حاجه. يعني يعني الموضوع كان بالنسبه لي بسيط جدا وسهل قوي. يعني اتعلمت طبعا اللغه الالمانيه، وخدت طبعا الرخصه باللغه الالمانيه، وكل حاجه يعني ما فيش مشكله خالص. انت بتعيش مع الالمان، الالمان صعبين شويه. الالمان صارمين جدا، وكل حاجه بالثانيه هناك، يعني بالثانيه مش بالدقيقه، بالثانيه. فانت عشان تعيش مع الناس دي لازم انت اصلا تكون جاي ملتزم. فانا طبعا كنت ملتزم وكده، فالحياه هناك ما كانتش بالنسبه لي صعبه. انما الشعب الالماني شعب صعب جدا، وحياته صعبه جدا، لان كل حياته شغل 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 شغل، فما فيش عندهم ترفيه. مكان بالظبط بالظبط كده. ده مصطلح جميل جدا، يعني ان هم ناس ملتزمه جدا، ما بيحبوش التهريج، ما بيحبوش حد يخرج عن المألوف. يعني حتى وانت داخل السوبر ماركت بتبقى انت عارف هدفك هتجيب ايه، يعني كل حاجه هناك محسوبه. ده كويس انك رجعت هنا. لا هنا جميل جدا. لا هنا لا هنا جميل جدا. اي وقت تعمل اللي انت عايزه والدنيا لذيذه. اي حاجه مش مشكله خالص. يعني لا نورتنا والله. الله يخليك، اشكرك، ونشوفك على خير تاني ان شاء الله. وتبقى انت معانا دايما قبل الماتشات الكبيره. خلاص احنا بنتكلم في ايام بتفصلنا، ان شاء الله تكون مباراه قويه ويؤدي يعني الاهلي اللي احنا متوقعينه دايما منه. طبعا طبعا، اتمنى التوفيق للجميع. اشكركم جدا. احنا اللي بنشكر حضرتك جزيل الشكر. هنطلع فاصل سريع ونرجع نبتدي مع حضراتكم تاني. واخر انت هترجع او هرجع ابتدي مع حضراتكم اخر فقراتنا. اهلا بكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. وكلامنا هيكون مهم جدا لكل الشباب ولكل الرجال اللي بيتابعونا بصفه خاصه، وتحديدا اللي منهم فوق يعني عدى او فوق سن الـ40. هنتكلم عن الفيتامينات واهميتها لصحه الرجال بشكل عام تاني، وتحديدا للناس اللي عدت سن الـ40. ده موضوع في منتهى الاهميه، عشان في ناس كتير بتلجا للفيتامينز اما لتقويه العضلات او لتدعيم صحتهم عشان يفضلوا محافظين على صحه كويسه اطول وقت ممكن. طيب ايه هي الفيتامينات اللي يعني
تعتبر هي الأهم بالنسبة للرجال، إيه معدل استهلاكنا ليه؟ طبعا تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بعالم الفيتامينز هنتكلم فيه مع الدكتورة دينا أبو السعود المستشار الطبي لمؤسسة أو لشركة بايو ناتشرز اللي طبعا بتنورنا دايما بوجودها معنا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، أخبارك إيه؟ كله زي تمام؟ الفل، أنت عامل إيه؟ ماشي الحال الحمد لله. الموضوع ده مهم جدا. أيوة، يعني احنا عارفين طبعا ان الفيتامينز من الحاجات المهمه قوي في صحه البني ادم بشكل عام، والرجال طبعا اكيد يعني على وجه الخصوص، بس سن الأربعين ده يعتبر منعطف او تيرنينج بوينت لناس كتير، فازاي نواكب بقى المرحله العمريه دي من خلال الفيتامينز؟ طبعا مهم لكل رجل يهتم بصحته، ومهم يعرف يعمل ايه في حياته اليوميه عشان يقدر يرفع ويعزز كفاءه جهازه المناعي، بلس انه يعزز كفاءه طاقته، لان الراجل عايز مناعه قويه وطاقه قويه وتركيز قوي. هنعمل ايه؟ هناكل اكل صحي، ده اول حاجه، بس اكيد الاكل الصحي مش هتعرف تعمل بيه مونيتور ان يوصل لك الفيتامينات اللي انت محتاجها يوميا. اي رجل محتاج فيتامينز يوميا. يلعبوا رياضه، مهم قوي رياضه عشان تطلع النيجاتيف انرجي، ولو الكورتيزول عالي شويه نقدر ننزله، والضغط العصبي ويطلع كل الضغوط العصبيه. مهم لكل الرجال ان هم يعرفوا يناموا كويس، ما يسهروش كتير. بتلاقي رجال كتير جدا بيبتدوا يخشوا بقى يناموا 5 الصبح، ده دمار لجهاز المناعي. يعني جهاز المناعي لازم ياخد يرتاح، ولازم ياخد بالليل، واصلا بيحصل النوم بالليل ده بيعمل ديتوكسيفيكيشن، بينظف الجسم من السموم. بس ساعات برضو دينا مع كتر الهموم والمشاغل والمسؤوليات والالتزامات صح، فالواحد صح ممكن يبقى شكله نايم لكن هو فعليا راسه عماله تور. صح، يبقى هنعمل ايه وقتها؟ اكيد لازم نلجأ للمكملات الغذائيه. المكمل المرخص من هيئه سلامه الغذاء، يعني لازم يبقى ليه ترخيص وليه امان ويتباع في الصيدليات. جاي اتكلم معاك على مكمل غذائي هيهم رجال كتيره جدا من مختلف الاعمار. اوكي، مهم جدا بعد الأربعين انعطاف، وبعد الستين انعطاف اخر. فطبعا هيبقى مفيد ليهم جدا ألب مالتي فيت، اللي فيه كل الفيتامينات او معظم الفيتامينات اللي اي رجال محتاجينها لحاجات كتيره جدا. يعني زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي، دي شكل العلبه. تمام. مهم اقول يا جماعه دي شكل العلبه، ملناش اي بديل في الماركت. عشان كان حد بعت لي على السوشيال ميديا، دكتوره دينا رحت الصيدليه مثلا الفلانيه ما لقيتش لسه متوفر فادوني بديل. ملناش اي بديل يا جماعه. أوكي. احفظوا شكل العلبه، لان ألب مالتي فيت مختلف عن اي مكمل غذائي اخر، لانه في اولا فيتامين بي كومبلكس المهم بكل مشتقاته. حلو. الكبسوله دي نازل منها اللي احنا شايفينها، دي كبسوله واحده من ألب مالتي فيت نازل منها كل الفيتامينات دي. والكبسوله دي اللي هي واحده يوميا. واحده يوميا. حلو. وبرجع اقول بلاش افراط في المكملات الغذائيه، مش تمام. حلو يا جماعه. يعني برضو حد مثلا بعت لي، دكتوره دينا ده ألب مالتي فيت عمل معايا كذا كذا، ده انا حتى بقيت اخده ثلاث مرات وساعات 4 مرات. لا، انا قلت لهم يا جماعه انا عمري ما قلت كده في التلفزيون. اوكي، هي مره واحده. هي مره واحده، لانك انت مش محتاج اكتر من ده. فبكبسوله واحده الرجال محتاجه فيتامين بي كومبلكس، محتاجينه في ايه؟ في الكوبالامين او فيتامين بي 12، مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء، فانت بتعلي كفاءه الدم بتاعتك. اوكي. عندك فيتامين بي كومبلكس، الفوليك اسيد، الرايبوفلافين، البانتوثينيك، الثيامين، النياسين، كل الحاجات دي بتدعم لك جهازك العصبي وبتدعم الاعصاب جدا. احيانا بتشوف رجال شوية ايديهم بترعش. انا مش بتكلم طبعا، ده فيه بيبقى لو عنده باركنسونيزم امراض عصبية، ده علاج تاني خالص. لان مهم اقول ان في فرق بين المكمل والدواء، فرق رهيب، لان ساعات الناس بتدخل الحاجات في بعض يا كريم. فالدواء هو العلاج لكل الامراض، لا غنى عن روشته الدكتور لعلاج اي مرض واني اشفى من اي مرض. المكمل الغذائي فقط تدعيم للصحه، تدعيم لكرات الدم الحمراء، تدعيم للمناعه، تدعيم للعظم لانه فيه كالسيوم. طيب، يبقى انا قلت ده، قلت على مهم جدا الفيتامين بي كومبلكس لجهازه العصبي والخلايا بتاعته العصبيه، لان كمان
المخ كله خلايا عصبيه، الاطراف بتاعتي. فاحمي حتى الولاد اللي بيروح الجيم بيبقوا محتاجين جدا مكملات غذائيه عشان لو عايزين يبنوا عضلاتهم. طبعا بياخدوا البروتين من الاكل سواء بيض او لحوم، بلس ان هم محتاجين فيتامين بي عشان لو هم بيشيلوا الاوزان ايديهم اللي هو العزم نفسه او العصب يعني. العصب يبقى جامد عشان يعرف يبني العضلات بتاعته. محتاجين زنك مثلا بتوع الرياضه اللي بيلعبوا رياضه، لان عشان ما يحصلهمش اجهاد عضلي بعد ما بيخلصوا الجيم. بتلاقي ايه بقى، وبالذات بقى ايه اللي لسه بادي او البنات اللي لسه باديه بتروح البيت مش قادره تتحرك عضلاتي بتاع. الزنك بيريح العضلات، بيعمل على ارتخاء العضله. والزنك ده من ضمن مكونات الالب مالتي فيت. طبعا الزنك موجود للالب مالتي فيت، مهم لده، مهم جدا الزنك للمعده، المعده بتحب الزنك جدا. وعلى طول بقول عايزه ابقى صحتي تمام، ابدأي من المعده عشان المعده هي اللي بتخلي الاكل بعد كده ينزل على الامعاء ويمتصها. عندك كمان الكالسيوم بيدعم العظم جدا ومهم جدا للعظم. طبعا الستات بيجي لها مشاكل عظم اكتر في سن صغير، بس الرجاله برضو بيحصل لها مشاكل في العظم على فكره. ممكن يكون اوفر 50 بس بيحصل لها. كل المكونات اللي انت قلتيها دي او كلمتي عنها تنطبق على كل الاعمار. انا عايز اعرف منك بصفه خاصه الناس اللي عدت ال 40، هل احتياجها بيختلف عن احتياجات الناس اللي اقل في السن؟ اكيد الشباب، يعني هو ال 40 شباب يعني برضو لسه صغير، بس اكيد ال 13 و 14 و 15 لا ما بيحتاجوش زي اللي عدى ال 40. اللي عدى ال 40 محتاج زنك جدا مثلا، الزنك لمناعته. وهل ال 50 بيحتاج زنك اكتر وال 60 كمان؟ يعني كل ما العمر بيكبر او يزيد كل ما احتياجنا للمواد دي بيزيد. لا انا بحب الحاجه بتبقى محتاج الجسم بالقدر الكافي. هم شويه الكبار مثلا فوق ال 50 وال 60 الدوره الدمويه بتاعتهم مش قوي مثلا. المعده الكفاءه ليها علاقه بالذاكره، الذاكره طبعا يعني فاهم قصدي. طبعا كل الحاجات دي نقدر ندعمها، لان انت كل ما بيكبر بيحصل مشاكل في الذاكره طبعا. والنسيان والحاجات دي، فلازم ندعم جدا بفيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا لصحه الاوعيه الدمويه، وانه يعمل على عدم تاكسد الدهون الضاره اللي بناكلها. فالدهون الضاره لو ما خدتش حاجه انتي اوكسيدان تعوض الدهون الضاره هتتاكسد وتترسب وتعمل الكوليسترول وقصه. احنا بنحاول ان احنا ندعم ده ونحاول ناخد مضادات اكسده. مهم الناس الكبيره طول الوقت تاخد مضادات اكسده عشان تمنع التعب التاكسدي. فهيبقى مهم جدا ان هم يدعموا لهم الذاكره بتاعتهم. اكيد اكيد. وبرده اتحط على الشاشه دلوقتي يا كريم الزنك، وقلت كل عائله فيتامين بي بلس الكالسيوم، فيتامين اي، فيتامين سي، الكوبر، النحاس طبعا مهم جدا جدا، النحاس للمناعه وللشعر. عايزه اقول لك لو اي رجل كمان بيهتم بمظهره الخارجي مهم جدا ليه الب مالتي فيت، لانه بيدي نضاره للبشره، بيقوي بصيلات الشعر يعني عشان شعره ناخر جدا تساقطه، بيقدر الفيتامينز اللي موجوده داخل الب مالتي فيت تدعم جدا الاوعيه الدمويه اللي بتوصل الغذاء لبصيله الشعر، فشعره هيبقى احسن، مظهره هيبقى احسن، المود بتاعه هيبقى احسن. لان نقص الفيتامينات احيانا بيبقى ليها اسباب، ان بيحصل تقلبات مزاجيه. انا ما عنديش مرض، انا عملت كذا كذا، بس انا ساعات بحس اني مبسوط، ساعات بحس مش مبسوط. قله النوم يعني اول ما بيحصل نقص في فيتامين بي كومبلكس بتلاقي ان في ارق في النوم، النوم مش ما بننامش نوم عميق. فعايزين نسترخي في النوم طبعا ناخد الب مالتي فيت. ولازم اقول انه سعره حلو، عشان يقولوا ايه يا دكتوره دينا السعر ايه الاخبار، سعره حلو جدا جدا، متناول الجميع بجد. سعره العبوه بتكفي شهر، الكبسوله سعرها لا تذكر الحقيقه، وبكبسوله واحده بيديك كل الفيتامينات والمعادن المهمه جدا لصحه الراجل. الزنك مهم لخصوبه الرجال طبعا، الزنك وفيتامين اي مهم جدا لخصوبه الرجال، والاثنين موجودين طبعا في الب مالتي فيت. بيعزز الخصوبه، لكن لو هو اكيد عنده مشاكل اكيد لا غنى عن دكاتره الذكوره يعني. لكن نقدر ندعم برضو الخصوبه بالزنك والفيتامين. طب هل في موانع لاستخدام المكملات الغذائيه بشكل عام او الب مالتي فيت بصفه خاصه؟ الب مالتي فيت مناسب لكل الناس، ممكن بس بنستثني اللي عندهم مشاكل في الكلى. اكيد اي حد عنده مشاكل في الكلى ما بياخدش حاجه خالص غير باستشاره الطبيب. اي مكمل غذائي او اي دواء او اي حاجه، لكن كل لكن الناس ضغط سكر قلب، ضغط سكر قلب لازم يستخدموا الب مالتي فيت لتعزيز وليس للعلاج.
لان الفرق بين في فرق بين الدواء والمكمل الغذائي. طب وانا اصلا عشان اقرر اخد اي مكمل غذائي هل يفضل ان انا اكون عامل تحليل مسبق وعارف انا عندي نقص في فيتامينز ايه بالظبط ونسبه النقص قد ايه، ولا ممكن نتعامل معاها على اعتبار ان احنا عاده يوميه ان احنا كل يوم الصبحيه بعد الفطار بناخد مثلا حبايه مالتي فيتامين؟ المالتي فيتامين قلب مش محتاجين تحاليل منه لان التراكيز بتاعته فيري سوتبل ان هي بنحتاجها في اليوم. مثلا فيتامين سي احنا حاطين 500 ملي جرام بس، هو المفروض ان البني ادم ياخد كل يوم 1 جرام، فحاطين سبيس صغير ان احنا نقدر لازم ندعم بالاكل الصحي، فاوريدي التراكيز عندي ما تخوفش خالص بقدر اخده. طب واللي عنده اوريدي يعني ما يكفيه من الفيتامينز اللي جوه جسمه ومع هذا بياخد من منطلق ان هي عاده صحيه في رايه او من وجهه نظره، ما اعتقدش بيستمر في اخذ الفيتامين. هو مش الفيتامينز كمان زيها زي اي حاجه تانية في الدنيا لو زادت عن حدها طبعًا ممكن طبعًا تقلب للضهر؟ اكيد ما اعتقدش ان 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 كل ان الناس اصلا اي حد بيتفرج علينا لو عمل تحليل شامل للفيتامينات اكيد بنسبه 90% يمكن بتلاقي عندنا نقص اكيد. مش كلنا عندنا الـ مش هتلاقوا المونيتور صح في الدم، فما اعتقدش ان في حد مش هيحتاج لان صعب انك انت تعرف تاخد الفيتامين بي من اللحمه، صعب انك تاكل لحوم كل يوم مثلا، مش صعب انك تاخد 1 جرام فيتامين سي تاكل 3 4 5 اطباق سلطه مثلا، تشرب تاكل برتقان كتير بيبقى صعب، بس عايزين نعمل تحاليل ما فيش مشكله، بس اكيد لو عملنا التحاليل هنلاقي حاجات كتير. بس لو افترضنا ان في شخص ما اكيل لدرجه انه ممكن ياكل كل يوم كميات ونوعيات الاكل اللي تمده بالمطلوب من الفيتامينز والمعادن، هل يفضل ان هو يعني يكتسب الفيتامينز والمعادن دول من خلال الاكل، ولا يفضل انه برضو يلجا في مرحله ما لمكمل غذائي من منطلق ان المكمل الغذائي بيدوب اسرع في المعده يعني مع الميه الجسم بيستفيد منه بشكل مباشر اكتر؟ انا طبعا بقول الكلام ناس كتير مثلا ندي اكزامبل، ناس كتير بتاكل الكبده وتاخد معلقه عسل اسود وسبانخ وبتاع، بيجوا يعملوا تحليل حديد بيجوا يعملوا تحليل يقول لي لا وعندهم نقص في الحديد، وهم بياكلوا كل اللي بيعملوه ده لان الحديد بيتاخد وساعات بينزل ساعات بيبقى صعب الامتصاص، الجسم ما بيستفيدش منه يعني. فمهم بقى على طول اقول فيتامين سي بيعزز لي امتصاص الحديد، ما هي كلها داخله في بعضها، هي كلها مراحل داخله في بعضها كده. فمهم جدا ان الفيتامين سي بيعزز لي امتصاص الحديد، مهم للكالسيوم فيتامين دي بيعزز لي امتصاص الكالسيوم، فمهم يعني لو احنا شايفين نفسنا فظاع في الاكل خلاص، لو انت عملت تحاليل ولقيت خلاص انك انت تمام، بس انا ما عنديش مشكله في الالب مالتي فيت لانه كل ووتر سوليبل بيدوب في الماء بيدوب في الميه، فالاكسيد اصلا بينزل في البول، والحلو في الب مالتي فيت فيتامين سي بيدعم لي الطاقه يعني بيحول لي الاكل لطاقه ما بتخزنش عندي الدهون وكده، بيقعد بيحول التمثيل بيعزز كفاءه التمثيل الغذائي عشان ما نتخنش، فاوريدي الب مالتي فيت بيعلي لي الميتابوليزم بتاع الجسم جدا، ما عنديش مشكله ان هو يتاخد حتى لو انا باكل اكل صحي. هل المالتي فيتامينز برضو يدينا من الامور اللي بتساعد على تقويه العضلات، ولا ده بيجي من طبعا الى جانب ممارسه الرياضه طبعا، ولا ده بيجي اكتر من خلال الكاربز والبروتين والحاجات يعني المالتي فيتامينز او الفيتامينز ما لهاش علاقه قوي بالموضوع ده؟ العضلات يعني بروتينات الحقيقه، يعني عايزين نبني عضلات يعني ياكل بروتين من هنا للصبح. اوكي، لو خايفين من كميه اللحوم عندك البيض، عندك حاجات كتير فيها طاقه وفيها بروتين. الفيتامين بيقدر يعزز الاعصاب، لو انا عايزه اعمل عضلات انا هحتاج اكيد بروتينات، يعني الفيتامينات مش هتصنع لي بروتينات، لكن بناخد الفيتامين عشان يعزز لي المناعه يعزز لي الطاقه، هناكل بروتين ما عندناش طاقه مش هنعمل مش هنروح الجيم مش هنعمل مش هنعمل عضلات، باخد الالب مالتي فيت او المكمل الغذائي او الفيتامين اللي انا عايزاه عشان يعزز لي الطاقه مع البروتين ويعزز المناعه. طبعا يعني ممكن نروح الجيم في الوقت اللي احنا فيه ده بصراحه ونروح الجيم ممكن نمسك انسترومنت مش متعقمه طبعًا. نلبس في فيروس نلبس طبعًا. في بكتيريا، فبيعزز لي المناعه، دي مهمه جدا انها تتاخد برضو، يعني مهم المكمل الغذائي كمان للمناعه. هل الدنيا هديت شويه دلوقتي على صعيد الاوميكرون والحاجات دي، ولا برضو
ما نقللش من سواء الإجراءات الاحترازية أو حتى السلوكيات والعادات الصحية اللي من عينة المواظبة على المالتي فيتامينز والنوع ده من الأمور. إيه أنا على طول بقول الدنيا كلها مش قصة دي بس، إحنا عندنا يا جماعة كمية فيروسز وكمية بكتيريا الإنفكشن تانية خالص، الناس بقت مركزة في الموضوع ده. أنا بعزز مناعتي لأي حاجة مش للموضوع ده. موضوع الكوفيد لا غنى عن بروتوكول وزارة الصحة والتطعيم اللي وزارة الصحة بتقوله بنمشي عليه ألف به. وزارة في البروتوكولات حاجات تانية، أنتيبيوتكس، حاجات مش كلها فيتامينات. وعلى طول بقول لا انا عازز مناعتي، احنا ما ركزت في الموضوع، انا عازز مناعتي لاي حاجه يعني لاي فيروس بيجي. ساعات يعني بيبقى فيه اكل مش نظيف فبتلاقي ان برجع بعمل بيحصل اسهال بتاع، فانا لازم اعزز مناعتي عشان البكتيريا، عشان الاكل اللي بناكله بره مش نظيف مثلا. مثلا بتلاقي كتير بياكلوا طول الوقت ما بياكلوش في البيت، هنا مش عارفه ايه، اخد سندوتش من هنا كله مقالي، عايزه حاجات تعزز لي الاكسده بتاعه الجسم، الاكل المحمر والحاجات والمقليات كل الحاجات دي بتاكسد للجسم، عايزه حاجه تعلي لي الموضوع ده او تمنع الاكسده. التدخين، الشره في التدخين، صعب ان المدخن تقول له لا وقف التدخين، لكن نقدر نحاول ان احنا نعمل على عدم التاكسد. فالبو مالتي فيت للصحه العامه مش لحاجه معينه خالص، ومتفقين ان هو يعني مناسب لكل الاعمار و ابتداء من 13 سنه. اكيد كل ما بنكبر بنحتاجه اكتر، اكيد مثلا اللي بيعمل دايت سواء طبعا رجل او حتى سيده، السيفير دايت، عمليات تكميم، اكيد الدكتور دايركت مدى الحياه فيتامينز ومينرالز. دي له كبسوله نحن شايفينها على الشاشه فيها كل الفيتامينات دي، كبسوله واحده في اليوم ومرخصه من هيئه سلامه الغذاء. جميل. طيب قبل ما الوقت يسرقنا اكتر من كده، في سؤالين وصلوا لنا من المشاهدين. سؤال من محمد ابراهيم بيقول مشكلتي ان اطراف الاصابع دايما بلاقيها منمله وساقعه قوي من فتره للتانيه سواء كنا في الشتاء او في الصيف، فبعد اذنك يا دكتوره ده سببه ايه؟ ليه اسباب كتيره جدا، من احد الاسباب اكيد نقص فيتامين بي لان هو اللي بيدعم لي الاعصاب الاطراف، لكن في اسباب تانية. يعني انت عندك اسباب الانيميا او نقص الحديد، محتاجين حاجات تانية بقى، محتاجين نروح لدكتور ندعم الحديد بتاعنا. لكن نقدر نقول ان فيتامين بي كومبلكس بيدعم جدا الاعصاب وبيدعم كرات الدم الحمراء، فبالتالي الاكسجين هيوصل من الرئه للاطراف، لان البروده ساعات بتبقى نقص اكسجين، نقص حديد وحاجات كتير. جميل. اخيرا سؤال من اياد امام بيقول والدي عنده 79 سنه ربنا يديله الصحه وطول العمر، وعنده السكر والضغط، كنت محتاج أعرف هل ينفع ياخد ألب مالتي فيت ولا ده ممكن يتعارض مع حالته، وإيه جرعات المناسبة لسنه؟ طبعا بابا هيمشي دايركت على الأدوية بتاعت الدكتور، لا غنى عن الأدوية، لكن بقول ألب مالتي فيت لا يتعارض مع أي دواء هو بياخده، بياخده الصبح بعد الفطار، ولا يتعارض مع الأمراض نفسها اللي عند الوالد؟ لا بالعكس، بيدعم جدا الدم وبيدعم نسبة الكوليسترول، لأن هو فيتامين إي بيقلل نسبة الكوليسترول. لكن دواء السكر محتاجين أدوية تانية، محتاجين هرمون إنسولين، محتاجين حاجات، دواء القلب محتاجين أدوية سيولة وكذا وكذا، أو الضغط. فهو لا يتعارض مع أي دواء ده، لأن ألب مالتي فيت مش دواء، ألب مالتي فيت فيتامينات، معادن، صحة، مناعة، دم كده. جميل. نورتينا كالعادة وأسعدتينا بوجودك، وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقة جديدة من البرنامج. إن شاء شكرا الله لك. تسلم. والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان. دي كانت حلقتنا النهاردة، إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة، وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل.